أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم حلقتنا هي حوار مفتوح للملحدين. نحب طبعا نسمع كل آرائكم وكل تعليقاتكم. أصدقائي، يعني أول شيء بالبداية أحب أرحب بأخونا ليث الكوسري، أول المشاركين، والأخت رانيا. أهلا وسهلا فيك ليس، أهلا وسهلا فيك رانيا. أهلا حبيبي عزيزي جان، شكرا على الفرصة وعلى العمل المجهود الجبار اللي تقوم به. شكرا. شكرا حبيبي، شكرا. أهلا وسهلا رانيا. أهلا أخي العزيزان، وأهلا أخي ليث، ومن سوف يشاهد الحلقة والمشاهدين جميعا، مرحبا. طبعا أصدقائي، أنا بعثت اللينك ل يعني مجموعة منيحة من الأصدقاء مثل ما بقولوا. أتمنى ما نكون نسيت حدا، وأتمنى كل من يشوف اللينك عنده بالفيسبوك يعني يشاركنا. والأخ شجاع البغدادي سال، وأظن الأخ جانو، الأخ حكمت، كل من يتابعنا يعني يا ريت يا ريت يكونوا معنا، ويا ريت كمان الشباب أحب اللي أشوف. يشاهدونا تفضل. يشيروا اللينك بتاع اليوتيوب، كمان يشيروا اللينك حتى يكون أوكي فيه مشاهدين وتوصل لأكثر. تمام. مرحبا بالجميع. طبعا أخونا جانو التحق بالجمع، أهلا وسهلا جانو. حبيبي جان، تحياتي إلك ولأختي رانيا، وحبيبي حبيب أهلا الأخوة حبيبي، أهلا ليو. أهلا بيك. تفضل، المايك لكم أو التليفون شكرا حبيبي. على كل جانو، أنا ما بقبل تحط صورة أنت، يعني كله إلا أنت، يعني أحب صورتك أشوف شكلك. طبعا ليس طبعا مثل ما شفنا بالآونة الأخيرة هجوم صلعمي. أنا بس بدي أدخل بهالموضوع هذا، بس أحكي فيه وبالبداية، وبعدين طبعا إلك الحرية الكاملة أي موضوع بدك تطرحه الأخ جانا والأخت رانيا. بس بدي أنا أطرحها بهال، يعني آخذ أسأل أسبقية منكم يعني، وآسف على الدكتاتورية الغير مقصودة. يعني بالآونة الأخيرة شفنا هالهجوم الصلعمي على القنوات اليوتيوبية خصوصا، يعني بدأت بتسكير قناتي، قناة الأخ سال مرتين تسكرت، قناتين له تسكرت بصراحة. وامبارح شفنا قناة أخونا أحمد حرقان كمان أغلق هو، يعني وأخونا هشام هلا يعني مثل ما بقولوا عم تصير عليه شكاوي، ضغوطات كتير كبيرة. حتى الزلمة هو ما بيطلب مساعدة، طلب مساعدة من الأصدقاء إنه يدعموا قناته. فأعطيني رأيك، شو رأيك بهالهجمة وشو بتقول لهم للصلاعنة؟ تفضل. حبيبي الصلاعمة وتفكيرهم وطريقة تفكيرهم، أولا فيه كذب. أنا في بعض الأحيان لا أدري لماذا يقولون أن الإسلام دين الحق ولا كذب فيه، وهو فيه المعارض وفيه التلبيس والتلفيق وفيه صناعة القصص الفارغة. لكن أنا أخذ أولا الوجه الإيجابي من هذه الأمور، هو أنه ما دام عملنا له تأثير وله وصول، إذن فيه ردة فعل. ما دام عملنا فعل حقيقي بناء يمس العقائد وشرائح مختلفة، إذن فيه ردة فعل بشدة قوى وشدة قوة عملنا. إذن أنا أولا أرى هذا كرد فعل بالنسبة لعمل له تأثير، لأنه إذا كان عملنا لا قيمة له ولا تأثير له ولا وجود له، فلا يوجد ردة فعل ولا يوجد أصلا إغلاق قنوات أو هجوم إلى آخره. ثانيا، هذا يذكرنا أنه كلنا في مشاركين في هذا الموجة، في هذا العمل، سواء كنت مشاهد، معلق، تكتب على الفيسبوك، تشارك أعمالنا، تشارك معنا في الحوارات المفتوحة إلى آخره. كلنا في موضع واحد، وهو موضع التنوير ونشر وفتح الأديان بصفة عامة. نظن أنه ممكن أن نخرج أقوى من هذه الهجمات، لأنه أولا نترتب ونتجمع، نعمل فيه سوشيال نتورك، ونشارك بعضنا البعض دائما لما يكون فيه إغلاق قنوات.
هم في الحقيقة ممكن أنهم يعملون لنا أفضل خدمة لأنهم يجبرون على التنسيق والتعارف. أنت في لحظة واحدة جان تكلمت على عدد كبير من المشاركين معنا وأنت تعرفهم كلهم شخصيا. ممكن قبل سنة أو سنتين هذا الأمر كان يظهر غريب لأنك تتكلم عن شخص أو شخصين تعرفهم معرفة شخصية وهم يعرفون أشخاص أخروين إلى آخر من النقاط. اليوم كلنا نتعارف وكلنا نعمل سوا، ولما يحتاج شخص فينا إلى الآخر يجدنا، وكلما قويت الهجمات كلما قوي هذا الرابط وهذا العمل المتكاتف بيننا كلنا. إذا أنا أرى الإيجابي قبل أن أرى السلبي. السلبي يبقى هو أنه دائما نكرر العمل من صفر إلى آخر، لكن الفرق بيننا وبين الصلاعمة نحن لا نرجو لا إلها ولا حسنات ولا نؤمن بمخلوق ميتافيزيقي في السماء يعمل لنا بالدعاء أو بالأمنيات. نحن لنا أهداف واضحة، عارفين أنه فيه عمل تنويري نقوم به، لا نرجو ولا مال ولا شهرة ولا أي شيء من هذا العمل. إذا مستمرون، أغلقوا القناة فتحنا قناة أخرى ونواصل 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 كلنا كما نحن. على فكرة ليث يعني نحن أنا وقت أغلق قناتي الأخ رياض حكيت معه وقلت له بصراحة محتاج أحكي معك رياض، فقال لي شو رأيك نعمل قناة جامعة شاملة للملحدين. أنا بعت وسوينا قناة هي قناة تنوير الشرق الأوسط. أنا آسف لسه ما بعت لك الانفيتيشن إنه تبعت لي إيميلك عشان تكون عضو فيها ليث و مش مشكلة تنشر الفيديوهات اللي بدك إياها، وممكن تطلع لايف مباشر بس يكتر. وهلا تقريبا 170 مشترك صار فيها، يعني إذا كتروا لل 1000 2000 ممكن تطلع تساوي بس مباشر أي واحد فينا. يعني يلا تقريبا نحن يمكن 10 تقريبا، من سامي الديب لأحمد حرقان لرياض، شباب كتير بصراحة، أسماء كتيرة تقريبا 10 موجودين، ويعني كلهم مانيجر في هالقناة هاي. وأنا أدعوك طبعا يا ريت تبعث لي إيميلك بعد الحلقة، تبعث لك بعدين في أنا يعني لا تأخذني. والأخت طبعا مدعوة، والأخ جانا، وكل ملحد يريد ينشر يريد يطلع بس مباشرة بهالقناة أهلا وسهلا فيه. قناة جامعة شاملة لكل الملحدين، اللي بده أي فيديو يحطه عليه يحطه. فمثل ما قلت أنت ليث يعني برافو، مثل ما كل هجوم نقوى أكثر ننظم أكثر. يعني الفكرة هاي إجت بصراحة بعد ما قفلوا قناتي هيك، أنا كنت مزعوج شوي، فأخوي رياض طالع الفكرة وهلا بلشنا فيها، وأكيد أخونا كريم العبيدي موجود فيها، يعني أسماء كثيرة بصراحة ورح نكبر أكثر لسا. رانيا أنا في يعني آسف الموضوع نفسه ذاته بس بشكل آخر رح أطرحه عليك. أنا بدي أساوي شير للسكرين ونشوف جريدة النبأ كاتبة برعاية الطيبة ده طبعا شيخ الأزهر معروف، تنسيق أزهري سلفي لمواجهة ظاهرة الإلحاد. طبعا الخبر هو عم بيقول يعني إنه الأزهر والسلفيين اتفقوا بين بعضهم حتى يسووا ندوات ويدخلوا على الجوامع والمساجد ويحذروا من خطر الإرهاب، قصدي خطر الإلحاد. أعطيني رأيك رانيا تفضلي. هاد الناس يعني رد فعل فقط يعني لا شيء ولا أكثر، و يعني حتى متوقعين منهم أن يقولوا أكثر، يعني متوقعين مثلا أنهم يدعوا الناس إلى قتلنا أو من شعافة. يعني الأزهر كما معروف دائما يحاول يتلون بوجهين، يعني يقول لك أنا مسالم وأنا مع الدولة في نفس الوقت مسلم. يعني مسلم تعبر على عليه ما هو، يعني مسلم هو أنك تؤمن بالإسلام والسنة والفقه. أنا كل يعني تكلمنا في حلقات أخرى ما هو الإسلام، يعني تؤمن بقتل المرتد وتؤمن كذا وكذا 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 بجميع الكوارث والإجرام الموجود في الإنسانية تؤمن به، يعني تؤمن بشيطان، يعني تعبد شيطان.
فقط يعني نحب نقولهم حاربوا وحنا نحارب، وسوف نعرف بعد سنوات بعد ما يخلص عليكم البترول وبعد ما تصلوا للحديد وتصلوا تقتلوا في بعض، يعني ما هو في نظري حال المجتمعات العربية إلى أين ستذهب؟ ستذهب إلى الحرب الأهلية بعد ما ينتهي البترول، وهذا شيء طبعا منطقي لأن البترول موجود في الأرض يعني جغرافيا محدد، يعني ما هو شهيب قليل للآخر، حتى في بعض الناس تقول أنه يدوم 30 سنة ماكسيموم يعني. وسوف نراكم، سوف نرى السعودية، وسوف نرى سوف نرى سوف نرى. أنا فقط أملي في الأجيال القادمة، نحبها أنها تتوعى. وإحنا أنا شخصيا لو كنت أنا في عمر 13 سنة أو مراهقة وشفت مثلا الناس مثل ما أنا عم بشوف في جهة الإلحاد الآن، شو إحنا قاعدين نعمله، كان حيكون يعني دفعة قوية جدا أني مش عارفة يعني نفتخر بها يعني أنا شخصيا كان مجهود شخصي فقط أني ألحد، مجهود شخصي. حاولت أقرأ كتب فلسفية وأقرأ كتب علمية وحاولت يعني أجد الأجوبة بنفسي، لكن إحنا نحاول هيك ندفع هاد الشباب الصغار أنهم يفهموا وش معناتها دينكم، قرأوه فهموا شو معناته العلم، يعني لأنه إحنا كأطفال موجودين في هذه البلدان مع الأسف الشديد لم يعلمونا أي علم كأطفال، نحن ضحايا فقط، هذه موجودات شخصية بالنسبة لنا للإطلاع على العلوم. نحن ثورة، والثورة تذهب فقط إلى الأمام لا ترجع إلى الوراء، ولن الثورة لن تتراجع. تفضل الكلمة لك أخي جان. طيب الميكروفون معك جانو، شو تحب تقوله بهالحلقة هاي؟ هو حوار مفتوح للملحدين، يعني أي شيء تحب تطرحه. طبعا أنا بدي أعطي الإدارة شوي لأخوي ليث. أخوي ليث أنا بس بدي أتابع الأصدقاء بالشات وأرد على. أوكي حبيبي، أوكي مش مشكلة. فالإدارة معك ولا يهمك. على كل إن أنا عارف إنه جان ودايما في اللايف شات، رجل هنا ورجل في اللايف شات، دايما يشارك في قوة. أنا ممكن نعمل عمل كثيرة، ممكن نتكلم على، حطيت فيه صور، بعض الصور نتكلم عليها. أولها الشيخ دبابة. يا سلام يا سلام يا سلام على الشيخ دبابة. ويقول بالطبع المرأة حلوة مكشوفة ولهذا يجب أن نغطيها بالكامل بالكامل بالكامل. رسومات أم 80 رائعة صراحة. في تذكرتني كمان مع غلق القنوات، كان هو دايما يعمل رسومات لما تغلق صفحاته، وفيه صورة الإرهابي هذه. صورة الإرهابي يقول لك المسلم حين يملك القوة وحين لا يملك القوة. حين يملك القوة يقصف الكفار، ينسف بيوتهم، يذبح أعناقهم، تكبير. ولما حين لا يملك القوة فهو يقرأ الإزعاج العلمي في القرآن وبهلول الفشار، ويقصف شبهات الكفار، وينسف صفحاتهم الإلكترونية، ويذبح حججهم، تكبير. رسومات رائعة صراحة. أخي جانو ممكن تشارك معنا، تترك لايف شات لجان بعض الشيء. إيه رأيك في الهجومات اللي تكلم عليهم الأخ جان، أغلب المشاكل اللي نعانيها من طرف الصلاعمة؟ تحياتي حبيبي ليو لك لأخويا الحبيب فنجان والأخت العزيزة رانيا. طبعاً راح أبدأ في وللمشاهدين والمستمعين، طبعاً راح أبدأ بالمقطع اللي قلت العقاب والثواب. إحنا ما عندنا العقاب، إحنا كملحدين عندنا فقط الثواب، ما نؤمن بهذا الشيء إنه في عقاب. والثواب هو إنه كل الناس يتحرر من ظلمات الدين، من سجن الدين. هسه في واحد اسمه
سلمي سالم هيك شيء سأل قال مش سأل إنه كل الملحدين ماوسي تونغ ستالين هذولا كانوا ملحدين وكانوا يقتلون الناس. أولا إذا حتى الصبح تسب ستالين ولا ماوسي تونغ ولا حتى أي شخص تخطر في بالك إحنا ما عندنا أي مانع سبوا. ثاني شيء هو ما قال إجا قال إنه أنا النبي النبي من عند الله. ثالث شيء هم أصلا مش ملحدين يعني الإلحاد يمكن ما بيؤمنوا بهذا الإله اللي أنت تعبده طبعا اللي أنت ما بتعرفه. ستالين كان دارس ومخطط إنه يكون قسيس رجل ديني بس الأمور تغير في حياته مجرى الأمور تغير في حياته صار هالشيء اللي أنت تشوفه هلا كشخصية تاريخية في تاريخ العالم الروسي. ثاني شيء نفس الشيء بالنسبة لماوسي تونغ يعني ماوسي تونغ يعني كان كتير كيف أقول يعني متأثر بفلسفة البوذية والكونفوشية فهذا شيء يعني مش دليل انه كان ملحد يعني انت كنت معاه او كنت تتعامل معه. هو اصلا عندهم ايديولوجية مثل المسلم ايضا عنده ايديولوجية بس الاختلاف اللي بيننا وبين المؤلهة هو في رفضنا للأديان وقناعتنا بالأدلة الواضحة والملموسة وزائدا أنه نعتبر الإنسانية هي مصدر لكل أمنية أو تمني الشخص للحياة حبنا للحياة. إحنا ما بنعيش مشان نروح لدنيا تانية ما بننتظر أنه ندخل الجنة بس انت جالس تنتظر انه تاخذ هذا الثواب 72 حورية وما بعرف شنو. هذا شيء بالنسبة لي وبالنسبة لجميع الملحدين عبارة عن خرافة يعني بس اديني دليل انه في هيك شيء يعني اديني دليل انه حتى نبيك اللي اسمه محمد كان موجود كان 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 شخص حي ما عندك اي دليل فقط حكي وانا كشخصي ما يعني ما بفرق هذا الشيء مع كتاب سبايدر مان او مع كتاب شو اسمه هذا القصص الخيالية. المهم هذا هو مداخلتي. طبعا عندي كثير اشياء بدي اوضحها ما بدي اخذ فقط بدي اعقب شوي بعدين ارجع. مشكور جانو مشكور جدا. مرحبا احمد. اهلا بكم زي ما شباب عاملين. اهلا بك اهلا نورتنا. نورك يا باشا. كيفك؟ انا ندردش سوا وحول مواضيع مفتوحه هكذا وكنا نتكلم على غلق القنوات. انت عارف انه في هجومات كثيره من الصلعوميين والصلاعمة والصلاعميات حول قنوات الإلحاد. قناة أحمد حرقان غلقت في هجومات القنوات الجهر الإلحاد قنوات الأخصال وكنا نأخذ تعليقات من الملحدين الحاضرين معنا. عندك تعليق في هذا الموضوع؟ يريدون أن يطفئوا نور الدارون بأفواههم ودارون مطمى نوره ولو كرهن رائع وصفق إلهام رباني أرميني منور أحمد منور حبيبنا منور حبيبي إزايك يا جان وحشني أنت عامل إيه؟ عندك بردي زار ها؟ الدنيا بردت يا عم هنا في أمريكا بقت خلاص الصيف عدى على كده خلاص نيالك يا عمي مبروك عليكم ترامب ده مستحلف لهم ده هو عمال في ناس هتتفشخ يا مان في ناس الزلزال ترامب ليس
يعني بصراحة الشيء مضحك، يعني المسلمين صاروا يدعوا للامرأة التي توليها يدعونا وما نفلحوا حتى. النهاردة طلع بتصريح شفته مشاهدينه على الفيسبوك، بيقول لك إعلان إن الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وهيغير بقى طبعا نظامه، لأن الديمقراطيين كانوا بيتحاولوا يحتوهم سياسيا، يعني بيحاولوا إن هم يسمعوا لهم وبيعتبروهم يعني فصيل سياسي، يعني ليه حق في التعبير عن الرأي وكلام زي كده. هو قال لك الكلام ده مش عندي يا جماعة، دول جماعة إرهابيين وأنا داخل أضرب فيهم وبتاع. الكلام ده لسه النهاردة، يعني حتى مش قادر ينتظر the very next day ابتدى بمهاجمتهم. تحمس حبيبي، تحمس هذا اسمه. لا هو جاهز لهم، ويعني الراجل مش قادر يصبر بصراحه، وده شيء يسعدنا احنا شخصيا، يعني واخد بالك عمليه التنقيه هيكون خير ما تقلقوش. انا معلش. تفضلي. انا من مؤيدين ترامب جدا، بديت اتابعه من وقت الديبات، يعني اللقاءات ضد كلينتون. هاي انا يعني جيت على المانيا عندي سنتين كما قلت، ولما جيت على هذا المجتمع اكتشفت هيك صدمه، يعني محللين اجهاض يخليهم ناس يعلموا الارهاب في مساجدهم وهيك، يعني صدمت هيك، يعني خاصه في حكايه نقد الاجهاض مثلا، حتى يعني بالعلم مثبوت علميا يعني دي ان اي يتصنع في وقت التلقيح، يعني ويجيوك هاد الناس يعني اللي بغالين جدد يقولوا لك لا البويضه ما مش عارفه، يجيبوا لك يلفوا ويدوا، يعني اجرام كبير. شفت من هم هاد السياسيين اللي جابوا فكره اليساريه اصلا، يعني مش يساريه الليبراليه هذه، هو نفس الشيء اللي عم بيصير في المانيا، انا بحاربه يعني. وشوفوا شيء رهيب، يعني لازم المجتمعات الغربيه لازم في يوم ما انتم شيء، يعني لا يفهمون، يعني المشكله الكبيره انه الصحافه عم تسمم عقول الغرب الجيل. مثلا لو تحب تكلم اي واحد في عمرك الان تقول له انا اجنبيه ودافع عن مثلا افدي اللي هي هذه البارتي اللي خرجت جديده في المانيا بعد ما صارت مشكله المهاجرين، يقولوا لك لا هذو عنصريين وهذو ضد المهاجرين. يقول لهم يودي انت قريت اصلا هو مشروعهم شفتوا فيه، هم معنا حتى فكره، هم فقط يسمعون للميديا. يعني انا احارب هذا الفكر، ويعني مصطوبه جدا، يعني هذه هي كلينتون نفسها تاخذ رشاوي من السعوديه واعطت لايران اكثر من مليار مال مشان دعم بالسحاب، يعني داعش ولم يفلحوا، يعني فشلت في كل شيء داخليا وخارجيا. داخليا في داخل امريكا نفسها السود مثلا الاجرام قاعد يتصاعد، لانه ما في ما عم يدرسوا نظام تعليمي، لانه ما عندهمش المال، ما يلقوا مناسب شغل من بعد. يعني امريكا انهارت حقيقيا، يعني حتى كما قال ترامب في الديبيت روسيا ما عادش تحترمهم اصلا، لما يجوا يعملوا صفقات كيف نقضي على داعش، هما اصلا هما شخصيا مولوا داعش، باعوا لهم السلاح. داعش في الاول كانت ولا شيء، هما الذي كبروا داعش وياخذون رشاوى من السعوديه ويحموا السعوديه، يعني هما يدعموا السعوديه ويدعموا داعش من اجل مصالحهم الخاصه ربح المال. هذا الفكر الذي حتى قتل كينيدي في الستينات، ما ننساوش هذا الشيء. صراحة رانيا ما هو الفرق بين السعودية وداعش؟ أنا نظن فقط الرسمية. لكنهم تفضل. ما رأيكم يا الصور؟ أنا أشكر صديقي أحمد بن قاهر بعث لي الصورة هاي، أنا أشكركم يعني على الصورة الحلوة هاي، يعني صورة معبرة بصراحة. أم كامين يعني لا غبار عليها، يعني ما في تعليق بصراحة عليها، يعني أنا كتير سعيد. شكرا أحمد، شكرا. ليث أكمل، تفضل حبيبي. آسف. أنا أمك حبيبي، أنا كنت أسمع رانيا في موضوع السياسة. أنا غالبا لا أتكلم عن السياسة في موضوع الإلحاد، لأنه أصلا لا علاقة بين الموقف الديني أو الإيماني مع السياسة. والسياسة أمر طبيعي أن نكون مختلفين فيه دائما، لأنه هذا هو الروح الحقيقي للمواطنة، هو أن يكون فيه دائما تناقش وتلاقح بين الأفكار وتناقضات. هذا بالنسبة لي أمر طبيعي، لكن في موضوع الديانات فيه ديانات فتاكة
واحنا نعرف ديانة فتكت دولنا. وفي موضوع الديانات الأمر يمكن أن يكون محسوم لأنه إما إلهية أم لا. إذن بالنسبة لي لا أخلط الموضوعين، لكن ما دام إحنا نتكلم في هذا الموضوع ممكن أبدي رأيي أنا في هذا النقاش. ما حق في لما تتكلم وتقول أنه mainstream تأثر فينا كثير وتبني أفكارنا كمواطنين وأفكارنا السياسية ليس بالطريقة الصحيحة دائما، يمكن تعمل فيه تشويش إلى آخره. لكن في نفس الوقت في قضية ترامب أنا شخصيا لا أدري ما هو برنامجه، حاولت أنا أفهم برنامجه عدة مرات لكن في كل مرة يغير نقاط ويكون فيه نقاط جديدة إلى آخره. أنا متأكد أنه التأثير راح يكون دائم لأنه شخصية فريدة من نوعها، متأكدين في هذه النقطة. والصدمة اللي جعلها حتى في البورصات العالمية وفي مجال التريدينج والتبادل المالي كان رهيب جدا. إذن راح يكون زمن جديد نظن في موضوع السياسات. إذا كان ممكن نأخذ صورة كمان، الناس حبت تعليق في اللايف شات، ممكن نأخذ صور أخرى. أنا هذه الصورة دائما تعجبني كثير هي في موضوع التعليقات، ممكن نعمل لها تعليق. دائما في الملك يأتي ويقول هم هم يا رب هناك في الأرض شخص يشتمك والرب يجي. أليس أنت فاكر اللي نظرك بقى تحسين؟ فاكره تمام. المهم بعت لي، بس رح نرجع على الصورة هاي. أنا بعت لي يلا هو على سكايب. أهلا وسهلا فيك تحسين أول شيء، وأشكرك يعني على هالبعث هذا. بس أنا آسف يعني تحسين ما بقدر أعرض فيديو لأنه فيديو صار عنا مشاكل وصار الصلاعنة استفحلوا علينا بهالمسألة يعني. على كل كان بعت لي من فترة واحد لاعب داخل الإسلام، واحد لاعب ما بعرف من برشلونة من درشلونة ما أعرف. المهم وبعدين بيعت لي عجوبة جعلت أشهر طبيب ما بعرف أمريكي بأمريكا يدخل الإسلام. هلا بيعت لي علماء أمريكيون يثبتون أن جميع البشر من آدم عليه السلام. تفضل. سلام عليه. صراحة هذه الفيديوهات دائما غالبا ما تكون فارغة من المعلومات وتلعب على العواطف أكثر من المصادر. لا، ما فيها مصادر، ما فيها مراجع، ما فيها صفحات، ما فيها أسماء موثوقة. دائما تكون فيديوهات معمولة من طرف مؤمنين لمؤمنين، تزرع المشاعر وتأكيد العقيدة وإلى آخره من الكلام الفارغ. أنا اخترت صورة أخرى ما دام كنا نتكلم، ممكن نعملها. أنا متأكد أنه ستضحك. نتكلم بعض الشيء على مواضيع أخرى. فيه الملك يقول طرد من الجنة، طوفان عالمي، إهلاك بأمطار حجرية نارية، حروب دينية وغزاوي بلاد، ذبح، استعباد، سلب، نهب، قتل أسرى باسمك، اضطهاد وتحقير وقمع للنساء، تعصب وعنصرية، خرافات وأساطير سخيفة، أحكام هجمية قاسية، أوامر وتعاليمك وقيود بلهاء مستمرة منذ قرون. الملك أنا يعجبني كثير، دائما عنده عقلانية واسعة. وهنا الرب بكل سرور وضحك لا تقلق عزيزي جبريل، فمنذ قليل أرسلت لهم ابني الودود رقيق المشاعر، أنا متأكد أنه سوف يصلح الأمور كلها حالا. تخيلوا ماذا حدث للابن يسوع الدلوع. وبعد خوزة أولى يسوع الدلوع يا حي. نهاية يسوع الدلوع. هذه مسخرة بالصورة الإخوة، لازم تشوفوا الصورة كي تضحكوا. صراحة أم 80 عبقري، أنا دائما أستمتع كثير كثير بصوره. أنا صراحة يعني وجه له الدعوة من هون، وأنا راح أحاول يعني أتصل فيه إنه أستضيفه بحلقة من حلقات البرنامج الجهر. يعني في كثير، أنا بشغلة هيك، في كثير أخوة من الملحدين يعني يخافون من هذا البرنامج إنه الجهر، يعني هو صحيح للجهر، ولكن الأخوة الملحدين اللي بيحبوا ما يظهروا بصورتهم كمان أهلا وسهلا فيهم، يعني ما في أي مشكلة
وهي عنا مثال أخونا ليث يعني دائما مشارك ما في أي مشكلة. تمام أنا نأكد للمشاهدين وكل الناس اللي تكلم دائما البرنامج أنه جان مفتوح لكل المبادرات مهما كانت، فقط فيه أفكار وفيه نقاط، فيه لما يكون فيه برنامج الجهر فهو لهدف معين، لما يكون فيه برنامج مناظرات فهو لهدف معين إلى آخره. لكن أنا أدعو أي شخص ممكن يريد يشارك معنا، مرحبا يا مرحبا وألف مرحبا. بالضبط. وعلى فكرة برنامج المظاهرات المناظرات عفوا مو المظاهرات المناظرات مثل ما بتعرف سوينا برنامج لحاله، هذا يعني بيختلف. ويوم الجمعة عنا مناظرة بين الأخ حكمة وأخ نازل على الساحة جديد شيخ، يعني بعتبر حاله مثل ما بقول يعني اللي أنا شايفه أنه شيخ زمانه، حابب يكون شيخ معبر أو شيخ له وجهة خاصة فيه. فلنشوف يوم الجمعة نشوف مناظرته مع الأخ حكمة، واحتمال نعمل معه عدة مناظرات مع عدة أشبال من الملحدين يعني، وعلى رأسهم ليث يعني. ونعمل أشبال. نعمل أشبال. طيب تفضل ليث أكمل. ممكن ما دام نفكر في موضوع ثاني، انا اخذت ممكن نعزف بعض الشيء. انا عارف ان جانو يحب الامور هذه والمشاهدين. في بالي النوم كله خيالي، كلفي كهف وانا مالي، نطخ النمل جنون هبالي، وراء وكلام بالي تخريف محمداني، لكن علمي نور وفاقي جسور، ما لي حاجة بالغفور ولا لي دعوة بالمقبول. يسلموا كثير ليث، يسلموا. تسلم حبيبي. صوتك غنائي بصراحة، يعني تطرب الأذن. شكرا حبيبي. وشارك ليس محمداني يطرب القلوب. إذا في عندك إمكانية تلحن يعني أشعاري كلها بين إيديك. أنا حاي باللحن حبيبي، في أشعار حاي باللحن. يا ريت ممكن نفاجأ المشاهدين في يوم الأيام بأشعار ملحن. تمام. على كل أنا من يومين كنت مع نبينا سامي الذيب، والرجل يعني ما قصر معي، بقى ساعتين ونص معي يشرح لي وعلمني وضبط لي الديوان بحيث يصير بكتاب، وقريبا الأسبوع القادم أو بعده راح نشوفه على أمازون إن شاء هبل أو لات والعزة كمان بيمشي الحال يعني. وجلدة الحنفية العظيمة. عفوا أسف رجعنا. أكفرت يا جان. رجعنا الوطنية. أنا أستغفر الجلدة يعني بإذن جلدة الحنفية الأسبوع القادم أو بعده سوف يكون بأمازون، وبتمنى من أصدقائي يعني أنا راح أحط اللينك. تمام. هذا الكلام لي حبيبي، اترك لي هذا الكلام. أنا أتمنى أنه أصدقائنا وأحبابنا يساعدوك ويساندوك في هذا العمل، لأنه أنت صراحة بالنسبة لي قبل أي شيء شاعر بارع، حتى وإن كان عملك معنا رائع كمان ومؤثر. لكن أتمنى من كل أصدقاء أنه من كل من له الإمكانية أن يقتني هذا أو يدعم عملك أن يفعل هذا الشيء.
تسلم يا طيب. ومثل ما قلت انت يا اخوي، انا بالبداية والنهاية انا شاعر، واذا كنت اقضي وقت عم اليوتيوب فحبا بالاصدقاء وحبا باهلي وبلدي والناس اللي نايمة احب ايقظهم، استيقظوا ايها النبلاء. نعم نعم، وانا اذكر انه لك تلقيب ستايل مان، اتمنى انه الناس تساند ستايل مان. على كل، تفضل ليث. نواصل اذا انا ما ياريت نتكلم في 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 موضوع مع متأقلم مع نقطة الصلاعمة، وهي كيف ما هي اقتراحاتكم يا شباب في المستقبل. أو جان ومع سامي الدين مع جماعة بدأوا قناة مشتركة ممكن يتلقم فيها عدد كبير من الناس، إيه هي الأفكار اللي ممكن نعملها سوا لكي نتجنب أولا مشاكل البلاغات والصلاعمة إلى آخره، وفي نفس الوقت نتطور ونكون أفضل في هذا السياق؟ احمد ممكن تشاركنا؟ تفضل حبيبي. والله انا ليا راي، يعني انا بقالي في الموضوع ده فتره، واكتشفت ان الهجوم المباشر على دينهم مش هيخليهم يدونا ودنهم ويسمعوا. يعني هو انا شايف ان انت تحاول بس تشرح له الحقيقه وتسيبه هو يكتشف الحقيقه لوحده. انما هتقول له ده محمد ده بتاع اطفال بيغتصب اطفال، هو فعلا محمد عمل كده، بس انت لما تقول له كده بياخدها على اعصابه وبيتشنج ومش هيسمع لك. احنا عايزينه يسمع، فاهم قصدي ايه؟ فهو عشان يسمع لازم تاخده بالراحة، واخد بالك؟ ما توريهوش وش ان انت يعني ايه انت حمار مش فاهم حاجة، انه ما تقولوش كده، سيبه هو يكتشف ان هو حمار لوحده، جرب كده وشوف هيجيب نتيجة ولا. وتاني حاجة طبعا لا تراجع ولا استسلام على اللي احنا بنعمله. بتتكلم في ايه؟ انت ما استأذنكم سواء نرجع لكتابه. لا مش مشكل حبيبي. رانيا ممكن عندك تعليق او نقطة او فكرة في هذا المجال؟ نعم. كيف ممكن نكون more efficient، نكون أكثر تأثير، وليس فقط إذا كان عندك فكرة ممكن نعملها الكل سوا أو بأجزاء. أنا وياسر دائما نحاول نعمل أمور جديدة، إذا لاحظتوا دائما نحاول نعمل أمور أسبوعية، لقاء 24 ساعة إلى آخره. إحنا مفتوحين أغلب الاقتراحات، وتفضلي. نعم، ما عنديش اقتراحات كبيرة لأنه اليوتيوب تتحكم في شركة اليوتيوب، ولو عملوا لنا ريبورت في الأخير كانت سوف يفعلوا. يعني هما سلطتهم إحنا في يديهم، لا نستطيع أن نفعل شيء، لكن شيء الوحيد اللي نستطيع أن نفعله هو الاستمرارية. يقفلوا نفتح، يعني لازم أن نسجل جميع حلقاتنا كما قال أخي العزيزان. نفتح قناة جديدة ونحط عليها جميع حلقات اللي محت فقط، يعني هذا هو الشيء، يعني استمرارية. تقفل قناة تفتح أخرى، واحد بينهم بين نفسهم يكرهون يعني أنهم يقفلوها، ولو قفلوا ألف نار نفتح ألف. يعني رب فعل بالفعل، قفل فتح، قفل فتح فقط. يعني هذا هو ربي أنا شخصيا على الموضوع. على حكاية نعم أنك كيف تقنع المسلمين أنهم يلحدوا، لن تقنعهم. أنا عندي صديق هنا مصري، يعني بزنس مان عنده مال وعايش هنا في أمان مسلم، حاول نناقشه وقلوا في هذا الشيء، يحب يتنكر ويحب يقول لك أنا من أمش بصاحب وخير مسلم، وفي صوت التوبة نفسه يقول أنا صوت التوبة ضافوها في الإسلام غير موجودة. دائما في تهرب، في تهرب، ما يحبش يواجه نفسه بالحقيقة. نحط له بعض أشياء من حمد عبد الصمد، شو عم بيقول؟ بيقطع، يقول لي لا أريد أن تشوفه. فكرة أنك تشكك أو تبحث تأتي من الشخص نفسه، لا يمكن أن أفرض عليك أي شخص. يعني لو واحد هيك حاول يفكر بينه وبين نفسه سوف يجد الأجوبة، حتى لو لم نكن نحن موجودين أصلا. يعني فكرة أن إحنا فقط نساعد هيك أن نصدم بعض الناس، يعني يمكن بعض الناس تحرك فيهم صدنا بعض الأفكار، يعني بعض الشكك تشكيك يعني الموجود فيه الشك، كما قال ديكارت. يعني ديكارت نفسه كان مؤمن بأن وجود خالق، لكن احنا في حد الآن في مجتمعاتنا لا يوجد ديكارت، لم يخلق بعد. يعني احنا نتكلموا ديكارت يعني 1500، يعني تصوروا ديكارت اللي هو يقول في خالق وفي هيك بس حفكوا، يعني شكوا في هذه المعتقدات التي صارت يعني اضحوك على عقولكم. فكروا تفكير وشيء، تشك هو تفكير. يعني هذا فقط، نحن تقول بكاك هذا
المجتمعات. فكروا فيه. نتمنى نتمنى يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت عظمة كبيرة أن نقترب حتى وإن كان بضعة أمتار من عمالقة غيروا التاريخ مثل ديكارت، سبينوزا، نيتشه، كلهم عمالقة صراحة. أشكرك أختي رانيا. جانو، إذا كان ممكن أي أفكار أو اقتراحات في هذا الموضوع، أنا عارفك أنك دائما في تواصل وعمل. أنا أشكرك دائما جانو، كلنا نشكرك على كل حال، عامل في الخفاء وعلى على الوجه الموضوع، نشكرك دائما. إذا كان عندك أي اقتراحات أو أفكار أو ممكن توصلنا أفكار الشباب تفضل. حبيبي طبعا بحيي الأصدقاء الجدد اللي دخلوا هلا، أخي سالم وحبيبي وكل الأخوة الثاني اللي هلا دخلوا، وأخي حبيبي أحمد دنانا حبيبي ما شفتك دخلت، أهلا وسهلا حبيبي. طبعا بالنسبة لي بشوف إنه ما في أي فائدة مع المسلمين. المسلمين يعني هم بيجوا برضاهم يسمعوا لنا وبيسوون ريبورت، يعني إحنا ما نروح حتى إذا نسمع أفكارهم أو نسمع أقوالهم ما نسوي أي شيء، حتى ما نجرحهم، حتى بالتعليق ما نجرحهم. يمكن راح نكتب شنو أدلة تبعك لهذا القول أو من أين أتى، يعني أين المصدر بتاعك، يعني ومعروف يعني مصدرهم هو القرآن والأحاديث، يعني من وين راح يجيبون؟ ما عندهم أي كتاب علمي مشان يقول إنه هذا مندل قال ولا نيوتن قال ولا أينشتاين قال، لا هم فقط عندهم إنه هذا قول الله بدون ما أنه يثبت أنه هذا قول الله. يعني تقول كيف أنه عرفت أنه هذا قول الله؟ بيقول لك أنه محمد قال. بتقول طيب كيف عرفت أنه محمد النبي من عند الله؟ بيقول لك أنه القرآن قال. يعني عجيب أمرهم، يعني أنت إيش ما تحاول أنه بس تلاقي خيط أنه تفك هذه العقدة ما بتقدر. يعني والمشكلة هم بيشوفون أشياء من حيث فقط من منظار واحد، مش إنه إذا مثلا حدا بيقول لي إنه هذا اللون شو هي، راح أشوف إنه لون معين يعني أزرق، راح أقول إن هذا أزرق، بس يمكن أنا عيوني صاير ضعفانة عندي يعني بعد، او يمكن تكون في ضل او ضوء، فاللون تختلف توصل عندي شيء مختلف. بس لما تسال حدا ثاني جنبي او ثلاث اشخاص ثانيين اذا بيقولوا انه هذا اللون يعني بيكون غير للوني اللي انا بشوف، والاكثريه بيشوفوها بهذا اللون، انا لازم يعني أغير رأيي إنه هذا اللون مثل اللي الجمال بيشوفه، مش إنه أقول لا إلا الشيء اللي أنا بشوفه هذا صحيح، هذا اللون هو الحقيقة. بس المشكلة في الأديان عندهم لون واحد، عندهم منظار واحد وبيشوفون فيها جميع، يعني جميع أشياء في الكون، وهذا خطأ فادح. أنا برأيي إنه نستمر في 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 هذا الرحلة التوعية، نستمر في التنوير. شو ما بيسوون خلي يسكرون ريبورتات ما بتهمنا، أهم شيء كلما بتزداد الصعوبة كن يقين أنت على طريق الصواب، أنت على طريق إنه اللي بيخافوا من فكرك باتوا على الانتهاء، فمشان هيك بيسووه بيعقلوك كل ما استطاعوا من القوة. فأنا بالنسبة لي يعني بطلب من كل أصدقائنا أنه يستمروا في الدعم، يستمروا في النشر، يستمروا في التوعية، يستمروا في الأسئلة. شخص واحد في البيت يقدر يغير البيت بأكمله مثل ما أنا سويت،
أنا كنت الأصغر لكنني أنا غيرت كثير أشياء، غيرت كثير تصورات. التابو المحرمات اللي كان ما كان حدا بيقدر يقول له أنا قلت أنا سويت، فتغير. هلا كل شيء تقدر تسأل، كل شيء بتقدر تستفسر عنه بكل أريحية. أنتوا نفس الشيء، يعني سووا هالشيء. يعني إذا بدأت في بيتك خلاص وراح توصل للجيران، من جيران توصل للجيران، يعني خلاص ما بقى فيه. وخليني أقول لك شيء، يعني أقول لكم شيء. قبل فترة كنت بقرأ كتاب لريتشارد نيكسون رئيس أمريكا الأسبق، يعني هذا الكتاب عمره أكثر من 25 سنة، ويعني بيقول إنه انهارت شو اسمه الاتحاد السوفيتي، لكن في خطر كتير مهم إنه راح تيجي أيديولوجية الإسلام مشان يسوي بالانس في 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 القوة في الفكر مع الغرب، مع الديمقراطية، مع الليبرالية. وهذا الفكر مش مثل فكر الاتحاد السوفيتي، هذا الفكر في احنا يعني قدرنا انه نهزم الاتحاد السوفيتي بالاقتصاد، لكن هذا الفكر اخطر من الاتحاد السوفيتي. هذا الفكر في كثير اشياء، يعني بيقول في 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 مضمونه انه لازم امريكا تتفق مع روسيا مشان يقدرون يسيطرون على هذا الفكر. يعني هذا واضح هلا يعني بعد ما فاز دونالد ترامب، وراح تشوفون يعني متغيرات مع روسيا، وراح تشوفون كثير اشياء، وراح تنتهي هذا الفكر. لكن هذا الانتهاء راح تكون على حساب الناس البسطاء، يعني ما راح تكون على حساب مثلا عائلة المالكة في السعودية او في دول الخليج، لا، راح تكون على حساب الفقراء، الناس، الشعب اللي ماخذين من الديانة كل شيء، ماخذين الديانة كحياة، كمصدر للحياة، وهي ليست يعني هذا الشيء غلط نهائيا، يعني انه تاخذ من الاديان النافذه الوحيده للحياه. يعني هذا هو مداخلتي حبيبي، اذا في عندكم اي شيء او شيء ثاني مشان نشكرك كثير حبيبي جان، نشكرك كثير حتى في تعليقات الناس تشكرك. نحيي نريمان، ماروك، عثير، فهد وكل المشاركين معنا، ونتمنى انه تنشروا كمان الفيديو واللينك تاع الفيديو. واشكر كمان نسرين، بعثت لي الصوره اللي تاكد كلامك اخي جان، حتى الاله الحقيقي لو قرأ القران ان وجد. مين كتب هذا الكلام الفاضي؟ اللي كتبه انا متاكد هو قثم ليس غيره. يعني الموضوع الاخ، اظن الاخ أثير، يعني عم بيقول مقترحي هو بصراحة، أنا ما اللي فهمت منه إنه عم بيقولنا إنه أي معلومة تتداولوها تستندوها لأي مرجع. هذا شيء أكيد أخوي أثير، يعني نحن أغلب يعني إلا في نقاشات عادية مثلا ممكن ما بدون مرجع، يعني ما بتحتاج مراجع لما نحكي حكي عادي، ولكن لما نجيب معلومة، لما نقول مثلا حديث فلاني أو قرآن أو شيء، أكيد يعني شفت بالحلقات كلها نجيب المصدر والكتاب وكل شيء. يعني أنا طبعا الأخوة المسلمين يعني شيء مفروغ منه، هم يعني مثل ما قال أخونا هشام، يعني كل واحد له يعني بتحكي له تجيب له القرآن، تجيب له مثلا قثم هذا محمد عاشر طفلة عمرها 9 سنين، يعني ما بيفكر فيها، القدسية بتمنعه، ولكن تجي في لحظة من اللحظات مثلا تقول له مثلا محمد سوى مجزرة ببني قريظة
وأخذ صفية بعد ما قتل كل عشيرته من ضمنهم جوزه وأبوه وعمه وخاله وكل هدول ودخل فيها بنفس الليلة. ممكن هون يعني تجي معه الحكاية، يعني بتجي في لحظة معينة، وأنا متأكد كل عقل بيشتغل راح يفكر في نقطة معينة، في نقطة معينة يفتح له الطريق. وعلى كل حال نحن موجودين وما راح ننتهي. بدون ما أقطعك أخي جون، أنت طبعاً بتتكلم صح وأنا معك 100%. الأسلوب لو 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 عنيف أو شديد هم بينفروا، أنت واخد بال حضرتك؟ يعني أنت بتتكلم صح، وضح لهم وبين لهم واشرح لهم وخلي نفسك طويل وكلم معهم وتناقش. طول ما الأسلوب بالراحة ومن غير هجوم، مجرد كلام اللي مكتوب عندهم، يعني زي ما أنت بتقول مثلاً بتتكلم في حتة بني قريظة وصفية والموضوع ده، طبعا ده دي مش اخلاق انبياء. طبعا لو في انبياء وفي اله احنا بننكر وجود الهه وانبياء، بس لو على فرض يعني ان احنا هنعم على عمهم ونقول ان في اله وانبياء، مستحيل ان النبي اللي من عند اله المفروض يكون جاي بالرحمه ان هو هيتصرف ويعمل افعال زي ديت، يعني واخد بال حضرتك؟ بس انا بقرر على اخواتي الملحدين الكلام، خدهم بالراحه هتلاقيه بيسمع لك، يعني حتى انا مجرد خدهم شوية شوية من غير ما تهاجم. قول له أنا فاهم إن أنت دي موروثات وإن الموضوع ده عزيز عليك جدا وبيمثل لك أهلك وأسرتك وجدودك، وأنا فاهم الكلام ده كله، وراحة نفسية إن أنت بتلاقي حد تعتمد عليه حتى لو كان وهمي مش موجود، بس أنت بتحس براحة نفسية، الكلام ده كله أنا متفهمه، بس الحقيقة غير كده. الحقيقة 1 2 3 4 عايز تعرف أهي قدامك، أهي هي ما تجيش إلا كده. تخبر حضرتك بالضبط احمد بالضبط، يعني انا هي عن تجربه بصراحه، يعني انا كنت مثلا في فتره، وهي انا تجربتي مع التعامل مع المؤمنين قصيره، يعني انا بقى لي سنه وشهر تقريبا بدات بالبرنامج، وتعاملي كله الاغلبيه طبعا كان مع الملحدين، ولكن في وقت معين كنت جريء، او خلينا نقول يعني الحبة الصدمة عليتها شوي، فردات فعل عكسية بجد، يعني وما عيب إنسان يقول أنا أخطأت في مرحلة معينة وأرجع، يعني وأنا يعني من الآن وصاعدا يعني لن أعلي شو بيقولوا لهذا العيار الصدمة. فأنا أقول خلينا نفتح أبواب التواصل، خلينا نحكي، ونحن رح نصل لعقولهم، متأكد لأنه هن بشر مثلنا، عقولهم مثل عقولنا ما بتفرق نهائيا أي شيء، ولكن ينظرون للحياة بشكل مختلف من موروث، يعني هن ورثانينه ونحن شايفينه غلط، وهو اللي دمر بلادنا، ولذلك عم نقول لهم تعوا هاي بلادنا وبلادكم، ما هي بلادكم لو حقكم، يعني وما هي بلادنا لوحدنا، فبدنا نشوف لنا طريقة. تمام حبيبي جان، انا اقول لك كلام واحد فقط، ستايل تاعك حافظ عليه، انت عندك طريقه تلقاء لا احب من احب وكره من كره، لما تقدم مناظرات او تعمل اعمال لقاءات مع المؤمنين انا افهم تماما انك تتقمص الدور وانك تاخذ العبارات هذه، لكن لكل شخصيته لكل طريقه القاء، وهذا ما يجعل قوتنا الكل. انا متفق مع احمد انه الطريقه اللي اقترحها لنا هي الاقوى، لانه لما يكون فيه صدمات ممكن تاثر بعض الاشخاص، لكن اغلبهم ينقفلوا وهذا حقيقه. لذلك لم يجب نفتح المجال وأن يكون فيه اختلافات، ولما يكون فيه مناظرات أو أشخاص ملحدين يناظروا مؤمنين، أنا أنصحهم من يأخذوا بنصائح أحمد، لأنه هي الطريقة المثلى لوصول الحوار البناء، الانفتاح، عدم ترك الشخص الآخر يبني أفكاره بنفسه، يعطاه المعلومات. أنا متفق كمان مع أثير لما يطلب المراجع، هي لا يمكن أن نعمل هذا العمل مع كل الفيديوهات، لكن ممكن نعمل فيديوهات بمراجع محددة في سلاسل، أو أشخاص تعمل برامج محددة في مواضيع محددة، هذه كلها اقتراحات ممكنة. وأنا أحيي كمان في اللايف شات، لأنه أقرأكم الكل وأتمنى أنكم تفاعلوا معنا، كريم، دكتور خروطوف، ماهر حسان اللي قلنا ما فيش فكرة في فكر في حريات وبول البعير، أشكر كمان شيطانة، أشكر يا له من اسم اسم الحادي بامتياز شيطانة، ونشكر كمان كل هاني،
نايسف أتمنى منكم كلكم تشاركونا وتعطونا تعليقاتكم وأفكاركم في المواضيع اللي نحن نتطرق عليها، وخاصة في موضوع النقاش مع المؤمنين. إذا كان أي شخص له أفكار في مواضيع بناءة ممكن تنفتح، أو أي اقتراحات احنا مفتوحين. أوكي، مادام تكلمنا بعض الشيء على قثم بن عبد الله الشخصية المركزية في كل هذه القصة، ممكن نستغل الفرصة ونتكلم في الأمور اللي أزعجتنا الكل في قصة صلعم. أنا شخصيا ممكن أبدأ بنظرة الشخصية في كلها صادمة، لكن شخصيا قصة صفية من القصص التي تصدمني الكثير كثير كثير جدا، لأنه لما تأخذ القصة بأكملها ترى شخص هجم على قبيلة من أجل ثمارها وأموالها لا غير، حاربهم، عذبهم، قتل أغلبهم، عذب قائد القبيلة من أجل الكنز ثم قتلوا، أخذ كل النساء سبايا وقسمهم على وحوشه، وأخذ صفية ولم يستطع أن يملك نفسه حتى المدينة ودخل عليها وبنى عليها كما يقول. ويا مرحبا بالأخ صال، وأنا عارف أنه عارف حبه لشخصية صلعم. منور يا سيد. واحترامه الكبير لهذه الشخصية. تفضل يا صال، مرحبا. يا مرحبا، نورنا. مرحبا، أولاً كأس من العرق على روح النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. سال يعني صحتين وهنا على كل حال. يعني المفروض نحن نقول محمد غنى الله عليه وزغرد، يعني الجديد. أنا أقول صلى الله عليه وفكم. تحياتي الشباب، تحياتي. صراحة شوية تعبان، لكني لا أستطيع رفض هاي الوجوه، مش رفض يا مين، ابتعاد الوجوه الحلوة. أبو حميد حبيبي الأوزو حبيبي قلبي. يلا كاسة حبيبي. يا كفار فتحتوها مخمرة. هلا هلا يا سيدي. تحياتكم جميعا، وصحة القضاء على أولاد الذين حبيبي جانو رضا. يس يس، طويلة وبصحة يس. نجاح الإمبراطور دونالد ترامب قاهر الصلاعمة والفكر الصلعومي المريض. أنا سمعت. هلا حبيبي قلبي حبايبنا حبيب قلبي اللي بيحاولوا بالجاهد لنشر. اوعى اوعى اوعى. نحتفل نعملها على الطريقة العربية. جانا حبيبي ورنا وليا والجمهور، I love you guys. تحكون قبل شوي سمعتكم تحكون على نخفف من وطأ الكلمة وطأ الصدمة. احنا عاملين ايه وبس نتكلم؟ عاملين ايه؟ هم اللي نازلين فينا دبح وقهر وطرد ومخلصين علينا بالمرة. أنا رأيي صراحة ما يتغير، أبو حميد وجانو وجان وليفيا كمان، أعتقد رنا تعرف باينا النبرة، هي هذه النبرة ما لا تتغير، يقبلون. أهلا وسهلا. عايزينهم يلحدوا، مش عايزينهم دماغهم تقفل، يعني أنت أوكي أوكي. أعطيك مثال، أنا مبارح إحنا أنا وأنت نفس التوقيت، أنا مبارح ظليت 4 الصبح أتابع ترامب لحد هلكت أنا والعرق بتاعي وكل شيء هلكت بالمرة. عم بشجع ترامب، أصحى الصبح على 2 مسلمين هاجمين على الصفحة بتاعتي. طيب أنت شو دخل ربكم فيه؟ هذا رأيي أنا. You know? In any case، مبروك علينا وعلى أمة الكفر والضلالة فوز ترامب. أتمنى فعلا من كل قلبي أنه يوفي بوعده. الرجل الوحيد اللي ever mention يعني ذكر الإسلام ووقوفه ضد الإسلام، هذا لا يعني راح نحارب الإسلام، لكن الإسلام لازم يغير نفسه، أما يشيلوهم يحطوهم في المريخ أو يشوفوا لنا حل آخر صراحة. يعني I don't know، يعني عمره كله أفكر إيش كيف نخلص من الفكر الإسلامي. ظهروا القرآنيون، طيب القرآنيين هم المسلمين نفسهم، بليز برفع الأيادي، هل المسلمين نفسهم يؤيدون القرآنيون؟ لا.
طيب جو الأحمدية، الأحمدية كويس، الأحمدية نزل لي نزل المهدي المنتظر وخلص كل شيء أفل معاهم. هل هم يعني المسلمين التيار الرئيسي معترف بيهم؟ مكفرهم يا رجل، مكفرهم كفرهم. Thank you. أمة الإسلام في أمريكا، نبيهم ظهر وكعبتهم في شيكاغو وكل شيء انتهى، مكفرين من المسلمين. طيب إحنا نتكلم مع مين؟ من هو المسلم؟ طبعا ليو أذكرك، تذكر من أنه محمد لا يمثل الإسلام. أول إنسان لا يمثل الإسلام. مين يمثل الإسلام؟ هيزل، هيزل، هل أنت تمثلين الإسلام؟ كم هي؟ هيزل، على فكرة هي الكلمة أكلت القرآن. أكلته كعصف مأكول. أنت عرفت السر ولا لا؟ سر؟ سرك ليش حبت القرآن هيزل؟ لا لا أنا بجد أنا حطيت لها بيكن بيكن بيكن. قمة الازدراء حبيبي، صار قمة الازدراء. فهي ختمت القرآن بخمس دقائق وهذا إعجاز علمي لحد الآن مو صحيح. حتى عثمان لم يختمه إلا في ركعة. ياش ياش يا اوكي. احنا كنا نتكلم الان، تكلمت انا شخصيا على اصدم شيء عندي في حياه محمد. انت ايه هي القضيه والنقطه اللي في حياه صلعم اللي تبقى دائما مؤثره فيك شخصيا؟ هي كلها بشعه لكن حادثه تذكرها جيدا. Thank you for the question. صدقني عمري كله واتذكر وانا طفل لم احب هذا الشخص بالمره، على الاقل يعني كنت بتقزز منه. وبعدين لما كبرت شوي وقرأت السيرة بتاعته يعني قرفت منه بالمرة، يمكن ولا قبل المتوسطة أو يمكن لساني في المرحلة المتوسطة اعتبرته مجرم ومجرم حرب. وأنا I hate him. يعني الأمراض النفسية كلها اللي يعني مو ضحية، كمان هو ضحية يعني اغتصبوه. أمه كانت من حاملات الرايات الحمراء، أبوه مش معروف، حرام الرجل الوحيد اللي يظل في بطن أمه 4 سنوات. وينك وينك. الأربع سنوات في بطن أمه. أبو سافر حرام ما رجع. يعني كان ينذكر الكلمة لو في العراقي، في ناس عراقيين يعرفوها، بس هو فعلا كان بائع متجول جنب الكعبة. وفي العراق كان في كلمة يسموها يبيع حب جقاير علج. كلمة قديمة ما حد راح يعرفها، لازم تكون عراقي حتى تعرفها. يعني ترجمها ولا ترجمها؟ يعني يبيع مكسرات وكرزات في تشامبر، جينا تشامبر اللي يحملوا الكعبة، وكان الرعاع الصحراء يغتصبوه أثناءها. يعني I don't know هو ضحية كان، بس لازم يعترفون إنه كان ضحية وهو مش نبي بالمرة. ذاك الوقت يزوجونهم بعمر 13 إلى 15 سنة، هو تأخر 25. عمه ما أعطوش مرة يعني زوجة، ولا كان مرفوض ومنبوذ من الكل لحد ما طلع من خديجة. و I think مارس وياها الفحشاء في أحد سفراته، وشافت إنه يمكن سوري الكلمات، إنه يمكن عنده قضيب غير معتبر، معرف شو حبته. I don't know. المهم أقنعها، يقول هي نوات أنت ليش ضل يعني تكبرين هيك وما في عندك يعني حبيبة وعشيق. فقنعها وأدار تجارتها وهكذا. أثناء معرفته لها أعطى يعني تعلم، عرف إنه أو مع المال في قوة وقدرة مع المال. وصراحة لهذا السبب ظلت هي مسيطرة عليها لحد ما توفت، ويمكن هو تخلص منها. يعني أنا كل الناس اللي حوالي محمد قتلوا، فأعتقد هو تخلص منها، قتلها وأخذ المصاري وصار طبعا تعرفون صار أول شيء راح من 40 أو 45 60 سنة لست سنوات، وللصغيرات وللعجائز وللكوغر
وصار ينكحل من الأموات والأحياء والأربع أجرين، ويعني غريب الرجل هذا ويسموه نبي. فعلا عرف السلطان. أتذكر من يعني قصص الإسلام من يحكون السابق إن كان يحرر العبيد وتمنه، هو كان يشتري يعني الحقيقة يشتري جنود، هو أبو بكر. أبو بكر طبعا من الصحابة كل أب رضي الله عليه، اللهم لا يرضى عنه ولا عن ربه. بس بجد إذا أنت أب تعرف كيف تسمح لرجل حتى لو كان صديقك وأعزز أصدقائي تسمح عمره 53 سنة ينام مع بنتك اللي عمرها 6 سنوات. أنت كأب لازم تتقزز من هذا ويعلمك مين هم محمد وصحابته الصعاليك. بس المسلمين عندهم توضيح لهذا الشيء انه يكثرون القبائل للاسلام، يعني القبيله ابو بكر قبيلته ما كانت مسلمه، فمشان يصير مسلم راح يتزوج عائشه لست سنوات، فمشان هيك. لا والله اذا المسلم بده يضحك على نفسه بهذه القصه واي نوت. بس يعني كيف تتصورها انه فعلا فعلا كل اب يفكر لا يوجد مبرر للتشايلد مولستر وتشايلد ابيوز، ملوش اي مبرر غير المرض النفسي ومرفوض، وما تقوليش قبائل وما تقوليش ده كل ده جنان. يس وفي كلمه صحيح ابو حميد، في كلمه في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في العربي يسموها يعني السمسار القواد، السمسار الجنسي ما اعرف شو هذا، مهما يكون يعمل يستل عنده غيره يدافع عن عائلته. بس لكن محمد وأبو بكر، أبو بكر بالذات الطريقة اللي خلى بنته يغتصبها هذا المعتوه، هذا يدل تماما على مين هم هذه الزمرة الصعاليك. وبعدين سموا هذا عمر بن الخطاب، هو حطاب وش خطاب، لا كان يخطب ولا يفتهم، وكان يعني بهيمة. هذه نقطة مهمة، هذه نقطة مهمة، ولا يخطب ولا كل شيء، وكان يعني مع احترامي لكل الشغلة يعني المثليين المثليات جندريين وتبري، بتاريخ الإسلام يحكي إنه كان لا يشفيه إلا مع الرجال. سو من أين كان يخطب؟ يعني كان يخطب وهو يعمل بلو جاب زود. سو يعني في كثير شغلات كثير شغلات بصراحة يعني مقزز. بعدين يجيك على الفرار، يسموه على الكرار، يعني كان من الكر والفر والكراب. نو هو كان فرار، وأكبر دليل إنه عمر الحطاب راح سحله من بيته وضرب زوجته وسحل بشوارع مكة بدون ما يعمل أي شيء. وأكبر ضرر عمله هم نفسهم دول الخلفاء الغير راشدين، أكبر ضرر عمله علي الفرار إنه هو حرق يعني خرب المسلمين على بعضهم، يعني في أقل من 5 سنوات، 4 سنوات وتسع شهور، 5 حروب أهلية طحنت المسلمين مع بعض. مش لا إسرائيل كانت موجودة ولا أمريكا، ولا هم يحزنون، هم بين نفسهم هم دول صعاليك الصحراء. طبعا اللي خطأ من يعني صدق أن الحرب انتهت كما نراها اليوم 2016 لساتهم يحاربوا بعضهم، وأكبر دليل العراق وسوريا والموصل والسحل حسن شحات الشيخ الشيعي، قتل الأقباط، يعني كله هو الإسلام عبارة عن عصابة، حرب أهلية مستمرة. الحرب الخارجي مش موجود، مش مشكلة، في عندنا دائما الفئة الباغية وحرب داخلية، هذا الإسلام. الخلفاء الفاسدين الفاسدين بصراحة الفاسدين يروحون يزعلوا الآن. ممكن لايك الكامازاكي، اتذكر الطيارين اليابانيين اللي كانوا يقتلوا نفسهم في الحرب العالميه الثانيه. في مره طلع وصف للارهابيين الاسلاميين، مثلوهم بالمره واحده، بس مره واحده مثلوهم بالطيارين الناكازاكي، فزعلوا جدا، وعملوا يعني مش ثوره زي الثوره الاسلاميه، ثورة إعلامية. إحنا يحكوا لهم إحنا أشرف كتير من ما يعمل المسلمين، إحنا نروح نقتل نفسنا، نقاتل يعني نقتل نفسنا في جبهات القتال جندي لجندي. يعني لما يروح الطيار يضرب نفسه في ثكنة عسكرية
وتعرف تعاليمهم تعاليم الساموراي. الساموراي اللي مش موجود عندنا بأي فارس عربي. يعني الساموراي هو اللي يطي نفسه. يعني أنا وليث المقاتلين، أنا أفضل أقتل أموت قبل أن ليث يموت. فاهم علي؟ واضح. فلسفة كاملة. Yes, yes, thank you. So, يعني جماعتنا وهاي هذه العصابة لم يعني ما في أي مبادئ. ولكن في أمر حتى أرجع لكم كمان. في أمر صغير جدا، أي واحد، أي شخص، أي بسيط الفكر، ما في داعي لا علم ولا كل شيء، يحكون من ثمارهم تعرفونهم. Look على ثمار الدول الإسلامية، بس نظرة بسيطة للدول الإسلامية وتعرف السبب. إذا تحب تغير، يعني switch your brain يعني تنظر لأسباب أخرى، لا، المشكلة فيك. المشكلة مبينة جدا، البلدان الإسلامية، وأنا قلتها زمان وأقولها وراح تصير. كل بلد يطبق شريعة محمد سينتهي كأفغانستان، بس مسألة وقت. شكرا حبايبي، راح أكون معكم استمع لكم. مشكور مشكور حبيبي صار، حتى في اللايف شات ناس تشكرك على الكلام الجريء وصح، فيه كلام طويل ولخصت قصة صلعة بطريقة رائعة. أتمنى أنه الناس تأخذ المقطع وتقطعه وتعملوا قصة صلعة في دقيقتين أو ثلاث. تفاصيل جميلة، وأنا نأكد كثير كل كلام صار تقريبا. شكرا حبيبي، تسلم. كل خلاص، أنا هي عندي، راح أقطع المقطع والليلة راح أنزل قصة صلعة في دقيقتين صراحة، لأنه حتى التفاصيل اللي مدهم على عمر الخطاب ما فيش مزاح، هذا كله كلام صحيح. عمر بن الخطاب في شبابه كان حطاب، ما في خطبة أصلا، وهذه كلها مصادر موجودة. ليث عفوا، يس ثانك يو اذكرها، بس أنا حبي أنا اذكرها مش انتقاما ولا من جيبتي، عن جد قرأت التاريخ الإسلامي كله هو هاي من عنده، أفضل دليل من جيبتي. تفضل حبيبي. أفضل دليل هو الحكي اللي حكيته. ممكن يظهر أنه حكيته بطريقة عفوية وطريقة فكاهية، لكن ما فيه كلمة إضافية. كل ما أتكلم عليه الأخصال وأكد لكم أنه موجود في المصادر، ولما تبحث ترى هذه الأمور حرف حرف. ممكن فقط تفاصيل، ولما كان يعمل هيبوتيتيز كان يعطي فرضيات على قضيب محمد على أعمال عمر بن الخطاب في الخفاء، هذه ممكن افتراضات، لكن افتراضات واقعية صراحة لما تأخذ الحكي كله. نشكرك كثير حبيبي سام، نشكرك كثير. Thank you. في حقيقة أخرى يمكن حتى المسلمين ما يعرفوها، سبب العداء الأزلي بين يعني عائشة وعلي، طالب وعائشة. المسلمين لا يعرفون الحقيقة، لأنه محمد كان ينام مع علي في نفس الفراش وفي بطانية واحدة. تمام. I swear. تمام. في نصوص، هذه كلها في نصوص في هذه الحادثة، وكمان الغيرة الموجودة بين علي وعائشة لما عائشة حدث لها حادثة الإفك والرياكشن بتاع علي في هذا الموضوع، وكلها تلمس بعضها. Bad boy Safwan. تنقعها في العشاء. أبد بدانا، ممكن تعطينا كمان أنت النقاط اللي في حياة صلعم اللي شخصيا. أنا لي حلقتين مع جان بيرو وبتكلم عن صلعم. لما الحكومة الفدرالية جت لي هنا على المحل وبتسألني أنا ما بكذبش، أنا بتكلم بأمانة. يا أنت إيه وضعك؟ قلت له أنا ملحد. يا عم أحمد، قلت له أنا ملحد. أنا ماليش دعوة بالناس دي أمور. قالوا لي خلاص مصدقينك، وخدوا بعضهم ومشوا. وقوم لقيتهم بيقولوا احنا عايزين الفيديوهات اللي انت طالع في ظهرك، فون اكسسوارز. قلت لهم انا كان عندي محل موبايلات وبتاع، وجيت يعني ونقلته حاجات زي كده. فقالوا احنا عايزين الفيديوهات دي. قلت لهم مع الاخ جان بيرو من لندن، اقول اسمي ولا اسمك يا جان؟ قلت لهم رمضان السكري. انت بعتهم لعندي، يعني بعتهم لعندي ولا ايه؟ لا ده هم ناس زي العسل وناس لزاز، هم بس كانوا جايين يشوفوا في ايه يعني موضوع بجد ولا انت بتهزر ولا. لان يعني نادر ما يعني يلحد المتصنعين، يعني شيء مش كتير، يعني ما بيحصلش كتير. وهم الناس بيحافظوا على سلامه وامن وسلامه المواطنين، وعايزين يعرفوا يعني ده توجهك الان وده فكرك. اوكي مفيش مشكله، بس احنا عايزين نعرف الموضوع بس. والمهم هو الموضوع عدى وانتهينا على كده. اللي عايز نرجع تاني لموضوع صلاح،
انا عملت حلقتين مع جان. انا احمد انا احمد الامر اللي عايزه هو امر صراحه شخصي. انت لما درست شخصيه محمد ممكن يكون فيه قضية واحدة صدمتك، أول قضية ممكن صدمتك جدا أو تركتك تكره هذه الشخصية وتراها كشخصية قذرة، هذا أمر شخصي فقط، لأنه كلنا درسنا الأمور حول سلعم وعارفين أغلبها، لكن كلنا عندنا قضية لمستنا أكثر من أخريات، هذه اللي ببحث عليها. أنا أكثر قضية لمستني بصراحة لدرجة أن أنا يعني I was very irritated up until now موضوع النكاح. يعني هو ينكح كل ما هو يمشي، اي حاجة بتتحرك ممكن قابلها للنكاح. طب هل انت جاي علشان توصل رسالة سماوية ولا انت جاي علشان كل حاجة تشوفها تخش مزاجك تخبطها واحد؟ ممكن انت يعني انت ما كانش فيها ايامك بيجرى حتى يخرب بيتك. ايوه احمد تتحرك ولا ميتة حتى ما تتحركش وينتهي. ولو ميتة ما بيعتقهاش، هو الخرمة مش موجود خلاص بيدوس، هو ما عندوش مشكلة. أحمد هو صحيح ما كان في ميتة صح يا بترفرف بتفرفر هو ما هو جاهز حبيبي أحمد هو صحيح ما كان في فياجرا، بس الله بعت له الكفيت، لا تنسى الكفيت. وبعدين طب انت عارف هو لو كان منشغل بتوصيل هذه الرسالة اللي فيها مكارم الأخلاق وفيها حب جارك واعطف على اليتيم والحاجات دي، احنا كنا ما انا يعني ما كنتش شك، انا واحد من الناس لو الموضوع كله كده اخلاق ومورالز وحاجات زي كده انا عمري ما كنت شك فيه بصراحه. بس يعني ايه الموضوع يا عم؟ هو انت من واحد لواحد يقول لك قوه 40 راجل؟ طب وما علاقه قوه 40 راجل وان هو كان بيجمع نسوانه كلهم في ليله واحده بالنبوه والاله؟ ما علاقه هذا بذاك؟ يخرب بيت ابوكوا جننتونا، احنا بننشب بنشب عشان ننسى الايام السوداء اللي كنا بنؤمن فيها بهذا الدين. يعني ايه الموضوع؟ هو جاي ينط ولا جاي يقول في ربنا؟ ايه يا عم في ايه؟ مش كده يعني، يعني انتوا بتكلموا ناس مجانين زيكم؟ ما لا يعقل هذا من ارمله لمطلقه لمسبيه لطفله لغلمان، يخرب بيت ايه الموضوع في ايه؟ يا عم حاسب الواحد مش يحط ايده على البنطلون من ورا بقى؟ يخرب بيت ابوكم، استاذنكم سوا. يعني نشكر الجلدة انه ما كنا موجودين ايام صلعم ولا كنا كحنا لنا كمان. صراحة ذكرتوني في صورة العريفي كان يضحك فيها بابتسامة رائعة وعملاقة ويقول فيها انه صلعم كان عنده قوة 40 شخص ونكح كذا وكذا وكذا ولو كان معنا لنكحني كمان. ممكن أجد الصورة بعدين ونعلق عليها، لكن في الحين أنا حابب نشوفه كمان الصورة لأم 80 لأنها مطلوبة في الكومنتات. كان بعض الأحيان أحاديث فقط ترسمها هي مضحكة، رجل يكاد يموت من مفجع من كل الطرق ويقول لها الأخ المسلم يا رجل مشكلتك صغيرة تهون إلى جوار مصيبتي، تصور أنني قمت بمصافحة امرأة هذا الصباح. هذا حديث. لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. صراحة أنا أفضل لمس النساء. ممكن تعليقات جان في هذا الحديث؟ يعني بصراحة محمد شيء يعني وضع كل شيء يعني بهيك أحاديث، وضع كل أخلاق المسلمين في 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 المسألة الجنسية، وجعل المرأة يعني صورها كشيطان. يعني أنا كنت أتعجب صديق صلعمي كان يقول ولأن كيدهن العظيم. يعني أنا بوقت ما يعني بصراحة لم أكن يعني كنت أحتفظ بالحادي لنفسي وأحاول أنه أبتعد قدر الإمكان عن الناس هاي، فلما أسمع أنه يقول كيدهن عظيم، يعني شو كيدهن عظيم؟ هي إنسان مثلك، مثل إنسان إجى على الدنيا طفلة كطفل، يعني بتربيه مثل ما بدك وبتعطيه، ليش كيدهن عظيم؟ ومثل هالصورة هي وريتها أخونا ليث، يعني تصور انك تحط براسك
وتقتل نفسك بدل أن تمس امرأة. ليش ما تمس امرأة يعني؟ شو اللي فيها ما تمس امرأة يعني؟ يعني يصور المرأة على أنها شيطان، على أنها شيء شيطاني، شيء شرير، وهيك صار فينا. حتى مجتمعاتنا صارت تافهة إلى الأبد يعني، للأسف الشديد صار فينا يعني المجتمع المرأة اللي ما يعني ما له دور نهائيا، وصل فينا لهالمرحلة هي. هذا تعليقي. تمام شكرا لك. على ذكر العريفي تذكرته في بعض الصور، حتى أجد الصورة اللي تكلمت عليها تفكرته في صورة لأم 80 لما رسمه هو فوق الحصان الحطبي مع تويتر، لأنه كان يحرض الناس للجهاد لكن عبر تويتر، خايذ أموال في كيسه ويتكلم لنا على الدين للنساء. وفي كمان صورة أخرى للعريفي ما دام ذكرناه، لما يتكرم على تكريم المرأة ويقول لك الإسلام كرم المرأة حيث أعطى للرجل الحرية بهجرها، توبيخها، ضربها، والزواج عليها إن لم تطح. صراحة what the fuck. أي تكريم هذا؟ أنا نعم تفضلي تعليق. أنا المرأة الوحيدة في الحلقة، لازم أوصل. مرحبا يا مرحبا. أوكي، عندي تعليقات كثيرة عن المقالب أصدقائي، عن ينكح أي شيء يمشي على الأرض. ذكرني بعد الإمام في تجربة دنماركية، لما قال أولاده هيك يروحوا يضربوا شباب آخرين قال لهم هم دول فراخ يعني. محمد كان ينكح على الجهة يعني، عامل الناس فراخ يعني ميتة وهيك. نعم شو عقد. نعم محمد جاء وغير نظرة الشعب والمرأة. لو قرأت شعر جاهلي، المرأة كانت رمز للحب، العذري كانت شيء جميل، كانت شيء يقدر عنده معنى، كانت لا فرق بينها وبين الرجل. جعلها محمد ودينه عبيدة يعني من السبايا، ويعني يسبي سواء كنت مرأة أو ذكر يعني. وجعل يتزوج ثلاثة ومثلوا أربعة. المشكلة الأساسية هو أنه هذا الشخص كان مجرم، صرعوك عفوا كان لازم أن ينتهي في وقته يعني. السيف هو ما جعل دينه يستمر، تخويف الناس وترهيبهم وخذلهم إذا انتقدوا. أنا في بعض الأحيان أحس أنه لا يجب أن فقط نحط كل اللوم عليه. طبعاً هو نلومه كشخص، كشخصية تاريخية في عصره، لكن لازم أن نلوم الناس التي تعيش بعد 14 قرن من وقته وتستمد حياتها منه، من كتابه يعني. فشلهم في أن يصنعوا حياة لنفسهم، دستور لنفسهم، دولة، في أن يصنعوا أفكار، فأن يصنعوا نفسهم من جديد يعني. فقط يحاولون أن يرجعوا إلى 14 قرن يعني. أنا ألوم الناس اللي تعيش اليوم وتتدين أكثر من أني ألوم محمد نفسه يعني. محمد نفسه ألومه كأنه في عصره كمجرم في عصره، لكن اليوم هما عندهم زوج خطأ يعني، أنهم مجرمين وفي نفس يعني متخلفين، ويؤمنوا بشيء إجرامي في نفس الوقت حياتهم مركزة على شخص عاش 14 قرن. لا يستطيعون أن يصنعوا شيء بنفسهم يعني، لا يستطيعون أن يكتبوا دستور، لا يستطيعون أن يعملوا دولة حديثة، لا يستطيعون أن يعني يقيموا المرأة، لا يستطيعون أن يشوفوا العالم بمنظار عصري، على الأقل في عصرهم فقط يعني. انظروا إلى آسيا، انظروا إلى الآسيويين أين هم أنتم يعني، انظروا إلى جنوب أمريكا. الغرب ليس فقط الغرب، هذا اللي تصوره متطور جدا له. روسيا مثلا، روسيا ديكتاتورية، لكنهم شعب متمدن ومتحضر عنكم وبعيد عنكم بقرون وقرون. هذا الشعوب يعني كما قال كبيرنا أدونيس انقرضت يعني، خلاص حضارات انقرض، يجب أن يصنعوا حضارة جديدة، حضارة عربية جديدة يعني. من المستحيل أن يصنعوها، ولكن ربما في هوب يعني بعد ما تصغر انحناء التفكيك بعد نهاية البترول
في نظري أنا شخصياً بعد ما يخلص البترول ويعمل حروب أهلية من بعد نشوفه شيء آخر. شكراً لكم، تفضلوا الكلمة. شكراً لك، شكراً. صح الكلام طويل في 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 موضوع المرأة وفي موضوع المجتمعات. أنا كان عندي صورة أخرى دقيقة كنت حابب إن نشيرها معنا بعد تلجان في أيام إذا اشتاجان لما قالت لهم سأنزع كل شيء إلا نقابي ولو كره الكافرون ولو كره ليس يعني لو شفها صلع ما كانت تطلع من تحت إيده دي. أنا بس بعد هالصورة هاي الشباب يعلقوا عليها. في شخص عم بيقولنا طبعا مو على الشات هون، في تعليق آخر عم بيقول يا ريت تتكلموا عن بر الوالدين، يعني إنه الإسلام فيه مسألة بر الوالدين. جميل. يا ريت ليث تسأل الضيوف كل واحد رأيه بمسألة بر الوالدين. جميل جميل جميل. ممكن نترك صورة، صورة أملأ بها فقط الوقت، هي مضحكة لكن لا موضوع جميل. فيه مواضيع هكذا دايما تعمل بعض الشكوك عند بعض الإخوة الملحدين أو المتشككين في الحدود. نقطة هذه النقاط الإيجابية بين قوسين في الإسلام، نقطة أنه محمد تنبأ بالمستقبل بلا بلا بلا، ونقطة أنه ولو وجد في إله والخوف. احنا تعاملنا كثير مع الخوف في حلقات كثيرة في مواضيع كثيرة، لكن نقطتين هاتين ما تكلمناش عليها كثير. أنا ممكن أعطي تعليقي الأول ونسمع تعليقات الجماعة، لكن في نقطة بر الوالدين أو الأخلاق الحميدة إلى آخره، محمد لم يأتي بأي جديد، أخذ أمور سعداته وكانت موجودة في قيم بيئته ووضعها في سياق معين، لكن للأسف الإسلام بطبيعته الزئبقية دائما يدمر وينزع كل شيء جميل يعمله. لأنه لما يتكلم على بر الوالدين، لكن إذا كان أبوك كافر الولاء والبراء، إذا كان معك في معركة يقتل، قتل الأقارب باسم الدين وباسم العقائد، الولاء للقبيلة وللإسلام، بر الوالدين فقط غطاء خارجي. نعطي نقاط أخرى. محمد في حد ذاته يتيم، كان من المفروض هو أول إنسان يفهم ما هو اليتيم، ما هي حياة اليتيم، لكن يقول لك من ولد من زنا فهو في النار، ما ذنبه؟ لا شيء. نرى تجد هذا الحديث في الترمذي وفي مسند أحمد كمان. تراه حرم التبني. كم من طفل في عالمنا العربي الإسلامي يعاني من هذا من قصة التبني. وأصلا التبني ممكن لو فكرنا فيه كبشر من المفروض يصبح إجباري في أشخاص أكثر من العدد اللازم، وفيه يتامى كثيرة. من المفروض أن التبني يكون أمر مركزي قبل أن نلد ونلد ونلد. شعوبنا للأسف مبرمجة كأنها مصانع أبناء، مصانع شهداء، أو وموضوع المرأة يتشابك مع هذا الموضوع كمان. أنا نظن أنه قضية التبني كمان تكون نقطة مهمة في التفكير. في نفس السياق قضية الأخلاق الحميدة، لما تأخذها محمد يطلب من المؤمن أن يشتري الآخرة بالحياة الدنيا مهما كان الثمن، ومنها أخلاق الحميدة وكل الصفات الإيجابية اللي ممكن تجدها. هذا تعليقي في الأولى. وفي نقطة التنبؤات وأن محمد تنبأ بكذا وكذا وكلها حصلت، هذه كلها أحاديث كتبت من بعد، أغلبها مطاطية المعنى والأسلوب. ممكن نأخذ نقطة نقطة ونناقش ونعمل حلقة في يوم الأيام عزيزي جان، ونعطي وسائل للإجابة في هذا الموضوع. لكن أنا حابب أسمع المشاركين معنا في النقطة هذه اللي هي مهمة. ممكن نسمعك جانو، صار مدة ما سمعت صوتك الحنين والعزيز. إيه رأيك في اللي يقول لك أنه في الإسلام فيه إيجابيات وفيه بر الوالدين؟ بالنسبة لي يعني ذاك اليوم كما قلت أنه الأشياء المرتبطة بالأخلاق ليس مصدرها الأديان، مصدرها هو المجتمع. كيف أنه مصدر الإله هو المجتمع؟ يعني الإله صنعته المجتمع الفرد. يعني لما إجا موزس قال إنه في إله، موزس كان الوحيد، كان ملحد في بيئته، وراها صار عنده
أصدقاء ومؤيدين وراها إجا ليسوع وراها إجا هذه وبدون أي إثبات يعني ما كان عندهم أي إثبات وخاصة نبي الإسلام يعني إذا بتقول إنه مصدر الأخلاق هو الأديان أو الإسلام جاب بر الوالدين هذا كذب وبالإمارة إنه محمد نفسه بيدعي ربه إنه يغفر لأمه والله أبا ولم يغفر لها يعني أكثر من هذا الشيء لوين يعني لوين إذا محمد نفسه عايش في نفس المنطقة والبيئة اللي كان عايش فيه وما عايش فيه يطبق العدالة يعني أنت اللي بعد 2400 سنة تقدر تطبق الإسلام حبيبي غياث ممكن تسكر قطع المايك واصل حبيبي واصل أوكي شكرا إذا محمد ما قدر يطبق العدالة في زمنه أنت يا مسلم اللي جاي بعده وما بتعرف أصلاً القرآن كيف جمع وكيف رتب والمفسرين كل واحد إجا حلل الأشياء بفكره بمنطقه هو وليس منطق القرآن ولا منطق الكلمات الموجودة هو بفكره بمنطقه كتب التفاسير فأنت تقدر تطبق العدالة يعني ليس هناك أنا سألت سؤال قبلها إنه شو الأشياء أكثر شيء إنه تأثر فيها من 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 سيرة محمد أنا راح أغير السؤال أقول جيب لي شيء واحد حسنة واحدة إنه محمد سواها في سيرته كلياتها حسنة واحدة مشان أقول لك هذا شخص كان إيجابي حسنة واحدة إذا تشوف كل شيء عندها هدف محدد عندها يعني كل شيء إلا غاية فقط لمصلحته يعني إله يجيب يخطب لك يعني حتى إذا ابنك سواها أوكي بس إله نفسه أو بذاته بشحمه ولحمه مثل ما يقولوا الإخوان المصريين بيجي يخطب لك يعني عجيبة أمرك يعني إلى أين يعني أين المنطق مثل ما بيقول حبيبي أحمد أنا أين يعني كيف تقدر تقول إنه هذا الكلام من الله اللي ساب كل الكون ومركز فقط في بقعة محددة في شخص محدد شنو الانفصال في الشخصية خلي أجيب شوية مثلا هلا الانفصال اللي بيعيش فيها المسلم في أمريكا صار انتخابات مبارحة مش قبل 200 سنة مبارحة كان في بيقول أنه لا خير من أمتي حكمتهم امرأة أوكي هذا في الأحاديث تبعهم طبعا ليش أنتوا يا مسلمين كلكم ركضتوا صوتوا لكلينتون هيلاري كلينتون ليش أنت تتناقض نفسك هلا أين منطقك ليش تروح تصوت لكلينتون وأنت بتقول لا خير لأمتي حكمتها امرأة يعني غريب عجيب أمركم شوفوا نفسكم وكونوا واقعيين وكونوا يعني لا تغير بسببي غير مشان نفسك يعني أول شيء لازم تعرف نفسك مشان تقدر تتواصل مع الناس مع المجتمع مشان تكون شخص تكون موضع ثقة للناس الثانيين إذا أنا بقول شيء وأعمل نقيده مثل محمد هذا يدل أنه عندكم انفصام في الشخصية والمايك لكم شكرا حبيبي دقيقة رانيا احنا مع اتصال مباشر من السماوات العليا
مع المساعد الأول للرب الإله. تفضل صالح. يا زنادق يا ملحدين يا كفرة، سأبدل جلدكم عشرات المرات. Motherfuckers making fun of me. ضحكونا على الله. What's wrong with you? أنا بعمله من الله مسخرة، لأنه فعلا مسخرة. وأنا بصراحة تأكدت بأن الله غير ذكي باختياره لمحمد. يعني لو اختار شخص آخر، أنا الآن عند الآن خمس أشخاص قدامي، راح أرشح يمكن أخذ دنانة، لأن هذا القبعة تلبله، وأعمله الله وأحط الله أنثى معه رنا، صار اللهين أدنى. وين تكونون يعني الله الرقم واحد المساعد؟ بس في شخص على الشات، الأخ ام دي السيد عم بيقول محمد جاء بالحق والعدل، الجاهلية كان الفسوق والظلم والزنا والشرب والخمور. زلمة مزعوج، يعني عم نحكي على محمد بغير الحقيقة كما يدعي. تعليقك مين في الشات ولا معانا هنا؟ يعني بالشات. لا العكس، محمد أتى بالجاهلية. يعني شوف، الإسلام دائما يطعن. كان بالعكس، كان حرية الأديان، حرية المرأة. زوجة محمد الأولى كانت تاجرة وكانت امرأة مستقلة، وهي اللي صرفت عليها صراحة. يعني لولا خديجة المرأة اللي كان محمد لساتي يبيع سكاكر جنب حائط الكعبة. الشعراء، الشعر، يعني كل شيء كان متوفر في حضارة اليمن، في حضارة بابل، السومريين، تدمر، الفراعنة، أحمد دنانة حفيدهم. بالمناسبة راح يجي رمسيس في أمريكا ابن أحمد الجديد. يعني ما الذي قدمه الإسلام؟ ما الذي قدمه محمد؟ يتكلم عن الحيض، ينكح ما يشاء، ينكح الحيوانات والموتى يعني ما الذي قدمه محمد؟ يحكوا لي بر، باي ذا واي ذكرت بر الوالدين قبل شوي. ليش ومين قال انه على العكس في الاسلام، الابن قتل الاب والاخ قتل الاخ. في الاسلام تفككت الاسره، لانه لازم تحارب الله والرسول. طيب انا ما احب هذا الله والرسول، واحنا شفنا 2016 يعني 2016 شباب فاكرين الأخوان الاثنين اللي قتلوا ابن عمهم معاهم في السعودية؟ الكل فاكر هذه القصة. لحد الآن يقتلوا على 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 نهج محمد. ما الذي أتى به محمد؟ العفة والشرف، by the way، شغلة تروح دائما ضد المسلم، والمسلم فاهمها خطأ. الملحدين أنتوا تمارسون الفحشاء مع أخواتكم وأمهاتكم وهكذا. طبعا عارية من الصحة، كله خطأ وخطأ. نحن مبادئنا يا أخي، إنسانيتي ومبادئي تمنعني من أعمل هذه الأمور. أنا ليس بحاجة إلى حارس يمنع، يعني يوقف بيني وبين أختي أو أمي. أنت بحاجة، المؤمن، أنت المسلم، أنت خائف من الله وخائف من عقابه. يعني لولا الله أنت يمكن تروح تعمل أي حاجة، وكذلك مع أختك. ومع احترام الشديد بهذا الأمر، الإسلام لم يأتي بأي شيء، بالعكس، العكس تماماً. أتى بالفحشاء، جاء بالجرائم، الاغتصاب أصبح سبي، السرقة وقطع الطرق أصبح جهاد، نكاح الصغيرات أصبح زواج، الدعارة، أربع زوجات في بيت واحد. يا رجل ماذا تسمي هذا أنت؟ يعني اخرجوا من هذا الصندوق لتروا ما حجم الهراء اللي انتم فيه. اين الاسره في اربع زوجات؟ تعرف هذا مدى تاثيره على الطفل؟ وين الاخت عيشه؟ يا ريت تكون موجوده. يعني اربع، يعني الطفل يشوف امه ويشوف ابوه ويروح ينط من غرفه لغرفه. شو يعني what's wrong with you؟ مبادئ غيرها الاسلام بالمره. تفضل حبيبي، اعتقد الاخ عاوز يتكلم. جان عفوا.
تفضل تفضل اخ اخ اظن اخ بسام انا واسفين يعني لازم كان يا مرحبا بسام يا مرحبا. لازم نرحب فيه بالبدايه اهلا وسهلا فيك تفضل بس عندك الميوت لو تشيل الميوت من الصوت لانه الصوت ما عم بيطلع ما في صوت حبيبي ما في صوت alright إذا تستخدم تليفون راح يكون الايكون تبع الميوت تحت على اليمين وعلى الشمال إذا شوف الايكون الكاميرا إذا اترك الكاميرا وخذ ايكون الميكروفون وانقره نقرة واحدة نقرة واحدة لا تصبح زي لا تصبح زي رسول الله وتنقر عشرات ساجمة واقفة ألو أخ جان أخ جان هالمرة الميوت من عندي آسف تفضل المرة الميوت من عندي آسف أخ جان أنت تسمعني أسمعك جيداً تفضل كيفك حبيبي تمام تمام مشتاق لك كيفك أنت أخ جان أنا عبدو من الجزائر في مرة كلمتك قلت لك يوما ما حنعمل مقابلة أنا وياك أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك هلا عبدو ولا بسام أنا مشان ما أخلط بالأسماء أوكي لو بسام يتكلم بعدين أنا أتكلم أو أنا أتكلم بعدين هو يتكلم أنت 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 بسام ولا أنت بسام ولا الاسم قصدي أنا اسمي عبدو 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 أهلا وسهلا عبدو اوكي بس انا ضعيف التكنولوجيا انا اول مره اتكلم كده عن الجوجل مباشر وكده تمام تفضل حبيبي كلنا اذان اوكي انا كنت حابب انا اول انا اعرفكم بنفسي انا عبدو من الجزائر شاب بحب كتير ثقافه والتاريخ ودو معتقد لا ادري اغنوستيك وحقيقه انا معجب جدا جدا بالشاعر واخونا جان جدا والانشطه اللي بيعملها لانه كل الانشطه دي وسيله في سبيل التنوير للشباب شباب العالم وخاصه في الشباب اللي يعيشوا في العالم الاسلامي والعالم العربي والعالم المسلم اهلا وسهلا اوكي انا كنت عاوز انا اقول حاجه انه الاسلام الآن في هذا العصر يلزمه إصلاحات زي ما عملت المسيحية إصلاحات مع تاريخها المسيحي لأن الإسلام الآن مثل الكلب المسعور يجب أن يكون عندنا إسلام يعني كالكلب الأليف اللطيف كده حدي لك مثال المسيحي بتاع الآن تجد مسيحي يقبل نظرية التطور لا يتقبل نار جهنم يعني المسيحية عملت إصلاحات بعدها جت إصلاحات جذرية الآن الإسلام بيعملوا له إصلاحات يحاولوا يرجعوه إسلام خفيف مش إسلام متشدد لكن الإصلاحات الجذرية عدم الاعمال باية كده يعني مثال عدم تقبل نار جهنم عدم يعني عايز اقول لك الاصلاحات الجذرية زي القبو بنظرة التطور واعتبار قصة ادم قصة رمزية وده الاصلاح الجذري ده يلزم للوقت لانه المسلمين عايشين في مرحلة تخلف كبيرة يعني ممكن الان نعمل اصلاحات اصلاحات خفيفة يعني عدم الاعمال بالقوانين بالتشريع الاسلامي اللي بيقول ان زي الجلد زي قطع اليد الاشياء دي اصلاحات كويسه لكن الاصلاحات الجذريه كعدم تقبل نار جهنم وكده ويعني الابقاء على ما يناسب العصر والحداثه والانسانيه وما يقبله العقل في القران وعدم الاعمال بكل ما هو لا يتماشى مع العصر والعقلانية ومع العلم ومع الإنسانية هذه أنا الإسلام الآن أنا شاب أغنوستيك لا ديني لا أدري لكن لست ضد الدين بل أنا مع الدين أنا علماني مع الدين كل واحد يؤمن بالدين الذي هو عاوزه لكن
أن لا يفرضه علينا، وأنا أيضا مع إصلاح الدين، يعني جعل الإسلام، جعل الدين يتناسب مع دين عصري، يتناسب دين عصري إنساني، يتناسب مع العصر اللي إحنا فيه. أوه هو ده اللي عاوز أقوله. أشكرك حبيبي عبد، أشكرك جزيلا على المداخلة. أشكر عبد. يا ريت تعمل في حلقة. جان. أتمنى يا ريت عبد إذا ممكن، إذا أنت صديقي بالفيسبوك راسلني أو. أوكي أوكي أنا عندي أفكار كثيرة عاوز أكتبها وأعطي أكتبها ونعمل توقيت ونتكلم في كثير أفكار. أوكي أخي جان، تكون حلقة جهر وتعطينا فيها أفكارك، إيه رأيك؟ أوكي. وبدي أقول حاجة أخيرة لجان، أنا بيعجبني الناس الانتقادات للدين أو للدين الإسلامي بمنظر منطقي مش بمنظر عاطفي، مثل كأنه فاتت بتتكلم بتقول لها أنا تركت الإسلام لأنه قال يسوع في المنام اللي أترك الإسلام لأنه شا، لا تقول أسباب منطقية ومعقولة لتركها الإسلام. أوكي وأنا معجب كثيرا بطريقة أخونا جورج بول أو جورج الدكتور المصري اللي عايش في أمريكا، الشاب شاب بينتقد الدين من منظور فلسفي من منظور علمي، ده شاب مثال للملحد، الملحد أو الشخص اللاديني اللي بينتقد الدين بمنظور موضوعي وليس عاطفي. وشكرا. شكرا لك عبد، شكرا. انا بس نقطه بعلق عليها، موضوع تجديد الخطاب الديني مثل ما بسموه، يعمل ميوت عبد، اعمل ميوت بليز، او تجديد الاسلام. يعني بصراحه انا رايي الشخصي، طبعا بقدر اطرحه رايي الشخصي، انه الاسلام غير قابل، يعني حتى اذا كان قابل للتجديد مثلا او لل يعني اصلاح الاسلام مثل ما تفضلت حضرتك، الإسلام إذا يمكن إصلاحه، إذا كان من الممكن إصلاحه رح يأخذ وقت طويل جدا جدا، يعني أقل شيء 100-200 سنة حتى إذا باشروا بكل جدية بإصلاحه. المشكلة وين؟ إنه المشكلة نحن صرنا في عصر السرعة، يعني الوقت هذا غير مستعد يستنى الإسلام حتى يصلح نفسه. الوقت هذا عجلة التاريخ ستدعس الإسلام وتمشي، يعني ما عجلة التاريخ ما راح تستنى الإسلام حتى يصلح نفسه. وواضح كتير من حجم الردة عن الإسلام للإلحاد بالتحديد، وفي ناس عم تروح للمسيحية وترجع بعد المسيحية بشوفوا نفس الهراء بترجع للإلحاد، يعني يعني وشايفينها كلها من خلال يعني كترت 10 سنين من ثورة الثورة الإعلامية هاي، من ثورة الإنترنت، يعني الناس بدأت تخرج من دين الله أفواجا، لأنه الإسلام يعني إذا أمكن تصليحه، إذا أمكن إصلاحه بده يعني أقل شيء 100-200 سنة حتى يتصلح، وهذا العالم ما راح يستنى الإسلام 100-200 سنة حتى يصلح نفسه يعني. فهي الفكرة اللي حبيت أطرحها. تفضل ليس إذا في عندك أي شيء. ليث إذا أنت معنا؟ طيب إذا ليس ما معنا الأخ سعد؟ معك حبيبي، أسف كان عندي مشكلة. أنا متفق معك أنه عصر السرعة عصر رهيب، والامتثال بالمسيحية في التطور حدث في زمان مختلف، كان ممكن يكون فيه تقل في التاريخ، وفي نفس الوقت عصر بداية الكتاب كيف الطباعة، بداية الطباعة والثورة الطباعة، إذن كان ممكن يكون فيه إمكانية للإصلاح. معك حق لما تقول، أنا أظن ممكن نضيف كمان أنه في مشاكل داخلية. أهلا بك محمد. نفس الوقت عاصر بداية الطباعة والثورة الطباعة. ممكن مش سمعنا. أوكي. أنا هاي الفكرة كان عندي، إذا كان ممكن الناس تعطينا أفكارها تواصل معنا. تفضلوا. في مشاكل داخلية. أهلا بك محمد.
في صدى من كل نواحي. تفضلي تفضلي رانيا. اوكي عامل ميوت. عفوا انا ما كنتش معاكم. ليت اخي فيك تعيد لي فقط شو كان الموضوع قبل ما اروح. بس رانيا هو انه الاخ عبد طرح فكره انه الاسلام هل يمكن اصلاحه او يصلح نفسه. فانا كانت فكرتي انه عجله التاريخ اسرع من انه الاسلام يصلح نفسه، لانه الاسلام محتاج وقت طويل حتى يصلح نفسه. فهي كانت الفكره. فهي كانت الفكره. ممكن تسمح لي ثواني بس احب راح صديقنا الحبيب صديقنا الحبيب كريم العبيدي. اهلا وسهلا كريم. اسف للمقاطعه. كريم سؤال من اثينا الجزائري، والموضوع تحدثنا عليه الاسبوع الماضي وكان عندك احسن جواب سمعته في حياتي. هل يمكن اصلاح الاسلام؟ تسمعوا فيا ولا ساعة؟ بسمع بسمع حبيبي. مرحبا ياسر. ياسر اهلا وسهلا الجميع قبل كل شيء. وان دخلتم البيوت فسلموا على اهلها. طبعا انا راني كنت اشتغل وفي نفس الوقت استمع فيكم يعني في الخلفية، وقبل ما نمشي نرقد حبيت نسلم عليكم والرد على الاخ الجزائري بيتكلم حول مسألة إصلاح الإسلام. إصلاح الإسلام الرسمي اللي موجود الآن لقد تم محاولة إصلاحه 20,000 مرة عبر التاريخ. وقبل يعني هذا الوقت تم محاولة الإصلاح في عهد العباسيين لإصلاح الإسلام، وعرفوا العلماء المسلمين اللي كانت عندهم مصلحة أن إصلاح الإسلام سوف يقضي على الإسلام، خاصة في العصر ما يسمى بين قوسين الذهبي. فماذا فعلوا العلماء قبل 1000 سنة؟ أغلقوا باب الاجتهاد ووضعوا خطوط حمراء، وهذه الخطوط الحمراء أي واحد يخرج عليها يعتبر كافر، كافر بل يقتل قبل الكافر نفسه، بل يعتبر فهمت يعني حاجة زنديق اللي تحب عليها انت. من ذلك الوقت الإسلام اللي موجود توا اللي يؤمن به 90% من المسلمين سواء السني سواء الشيعي لا يمكن إصلاح. بينما لو تريد أن تصلح الإسلام هناك مذاهب مصلحة بحد ذاتها. قل للمسلمين يخرجوا من الإسلام الرسمي نتاع قم ونتاع الأزهر ويمشيوا للقرآنيين، يمشيوا للأحمديين، يمشيوا للبارة، يمشيوا للإسماعيلية، يمشيوا للزاليفيست، يمشيوا فما 1,000,000 مذهب. ما كنت تحب مسلم يا سيدي يكون قرآني، شنو منعك باش ما تكونش قرآني؟ ها هو إسلام صلح حضر باش، علاش تحب تصلح؟ باش تصلح فيه هذا الإسلام؟ ما عنده ما يتصلح على الأقل أقل الضررين. أما باش تجي كل واحد يجي يقول لك نصلح الإسلام ويخلق مذهب جديد ويكفروه، كل واحد يجي يقول لك نصلح الإسلام ويخلق مذهب جديد ويكفروه، شوما حتى الإصلاحيين كفروهم. إذن هذه فكرة نصلح الإسلام، لا يا سيدي ما في ما يصلح الإسلام. إيش باش تصلح فيه؟ إيش عندك باش تصلح فيه؟ الحاجة الوحيدة أنك تعاود تأويله كما عملوا القرآنيين اللي هما مش جدد، راهو القرآنيين هما المعتزلة، هو الفكر المعتزلي يجي أول القرآن فهمت. ولكن هما بيدهم الفكر متاعهم، لو تحط واحد من اللي مصلح الإسلام وتحطه مع واحد يعني من الإسلام الرسمي من نجمش يقاوم قدامه. أي واحد يدعي إصلاح الإسلام ينجبش قوم، لأنه يخرج النص عن إطاره التاريخي والنصي. إذن معناتها هذا إيش حبيت نقول يعني معناتها إصلاح الإسلام يا سيدي أخرجوا من الإسلام الرسمي وليه إسلام آخر فقط، هذا إيش حبيت نقول. فهمت؟ سمعتني يا أخ جزائري؟ إجابة واضحة. ابعدوا على العلماء هذا متاع قم ومتاع الأزهر وكفروا انتوما الازهر، كل الازهر ما عادش يمثل وقم ما عادش يمثل فهمت خلاص، علاش نقعد نصلحوا في الاسلام؟ ملاحظه اخي عبد اخي كريم، الاخ الجزائري هو اجنوستيك يعني ما هو مؤمن ولكن طرح فكره اصلاح الاسلام. يا ولدي هذا سؤال خالط، على خاطر فما مذاهب اخرى. يعني هو كيقول لك نصلح الإسلام يعني يعتبر المذاهب الإسلامية الأخرى اللي مكفرها الإسلام نفسه يعتبرها كافرة، هو
هو بيدو يعتبرها كافر. اذا هو كان باش يصلح الاسلام باش يجيب كفر زاد، ما خرجناش من الدائره. فهمتني يا اخويا الجزائري؟ ممكن ده مداخل الاخ جان؟ تفضل. شوف انا في كتاب للمؤرخ الاديان وفيلسوف الاديان ميرتشا إلياذا، هو ميرتشا إلياذا عنده نظريه بتقول انه الدين شبه غريزي عند الانسان. ويعني هقول لك، هديك مثال، فرويد واوغست كونت وغيرهم وداروين والداروينيين بيقولوا انه الدين مرحلة تاريخية من مراحل الإنسان، بعدين الإنسان يتجاوز الدين والمرحلة تصبح المرحلة القادمة تصبح للعقل، العقل هو السلطة العليا. لكن ميرتشا إلياذا خالف اللي بيقولوا النظرية دي، زي ما العالم الاجتماع كونت لما قال البشرية مرت بثلاث مراحل ميتافيزيقية بعدين الدين ثم المرحلة الثالثة والأخيرة ستكون وضعية وأنصار الوضعية المنطقية. ميرتشا إلياذا بيقول عالمنا بيقول لهم إنه وفي كثيرنا وفي مؤلف أمريكي عالم أعتقد انتقد ميرتشا إلياذا وأنصار نظرية ميرتشا إلياذا اللي بيقولوا إنه الدين ليس مرحلة تاريخية من الإنسان والدين سيختفي من حياة الإنسان، لا، بل الدين هو من يعني شبه غريزي عند الإنسان. فأنا أعتقد إن الأديان لا مش حتنتهي، لكن الدين على ما أعتقد لي حيكون بعد 1000 سنة أو 200 سنة أو بث سيختلف تماما عن الدين الآن. حدي لك مثال، المسلمين في بداية القرن العشرين كانوا بيقولوا إنه العجلة يعني الدراجة هي عجلة الشيطان. بعدين لما ظهرت الطائرة خجلوا من القول ده فأنكروا القول ده. يعني أنا بدي لك في أشياء الآن بيحرموها المسلمين وكذا، لكن مع مرور الزمن والتقدم العلمي المسلمين حيضطروا يغيروا كثير من الأشياء من الأحاديث. عبدو لو سمحت اسمحوا لي بس لحظة يا أخي، أنت محظوظ الآن معك أكبر رموز الإلحاد والتنوير، وأنا أنصحك تستمع لهذا الرجل اللي أمامك كريم العبيدي أحد أكبر رجال التنوير. لسن ستوب كريم العبيدي كان متعمق في الفكر السني والشيعي ووصل إلى أكبر مرحلة في الإسلام. أنا أحد متابعيه. يعني أنت محظوظ الآن لازم يكون معك كريم العبيدي، فأنا أتمنى أنك تسمع ما يقوله كريم الآن وتحفظه. لا داني أقول لك كلمة، خلينا لنكن ديمقراطيين. أولا أنه أنا الأخ كريم أنا معجب به جدا وتكلمنا سابقا في مرات كثيرة، وأنا مدمن بالفيديوهات تبعه لأنه بيناقش أشياء من منظور عقلاني علمي، مش كلام فارغ أو كلام عاطفي. فأنا بحب أستمع له جدا لأني استفدت منه كثير. بس أنا وجهة نظري أنه الإسلام حيتصلح. يعني هقول لك حاجة، يعني بعد 100 سنة و 200 سنة حيصبح الشيوخ السلفيين هم يصبحوا زي عدنان إبراهيم، وعدنان إبراهيم يصبح يعني هقول لك إنه مع التطور العلمي والتكنولوجي وارتفاع الوعي الإنساني الأديان حتغير نفسها، والدين اللي ما يغيرش نفسه حيموت. ده يعني الإسلام أعتقد إنه بعد 1000 سنة أو 200 سنة حيتصلح، يعني حيصبح عندنا إسلام آخر جدا. يعني أنا بقول إنه في أديان حتظهر يعني مواكبة العصر اللي حيكون في المستقبل. دي وجهة نظري، فهمتني؟ عايز أقول لك إيه، يعني حتظهر أديان تتناسب مع المنطقة، تتماشى مع المنطقة، تتماشى مع العلم، مع التكنولوجيا. لكن ما أعتقد أن الأديان ستختفي، لا أعتقد أن الأديان ستختفي. اسمحوا لي بمداخلة صغيرة مع الأخ باسم أو بسام، أنا مش عارف how you pronounce your name. قدامك ثلاث أمور يا أخ باسم، ثلاث حاجات تختار ما بينهم، يا إما تركب معايا السفينة، يا إما تديني فلوسك كلها
يا اما اطير رقبتك واغرق سفنتك. هو الاسلام كده. انت عايز تتطور ايه في الكلام ده؟ هو مبني على الحروب والسبي والغزوات والغنائم. يعني هو سبب ضعف هذه الامه الان ان هم بطلوا او ما عادش ينفع في وقتنا دوت ان هم يغزو ويسبوا ويغنموا لان خلاص يعني ستو ليت ناو في امريكا في روسيا في الصين ما مش تعرف تعمل مع الناس دي حاجه يعني خد بالك دي جنكيك يا اس. لكن هم زمان لما ظهرت الفكر ده ظهر اللي دعموا وعملوا باك اب هو العنف والسيف وانك تغنم وانك تخش على قبيله تقتلها وتاخد نسوانها واطفالها وفلوسها تقتل رجالها واخد بال حضرتك. انت بتقول هيتقدم هيتقدم يعني هيتخلص من نصوصه مثلا يعني ماذا ستفعل بنصوص الاسلام بنصوص القران الواضحه الصريحه بسبي النساء وقتل من هو غير مسلم وفرض الجزيه على من هو غير مسلم يعني هتعمل ايه في الكلام ده؟ هتقول الاله ما قالوش الاله كان شارب 2 بيره وما قالوش ما هو موجود اها ما موجود الكلام ده عندهم كيف ستتخلص من هذه النصوص؟ كيف ستتخلص من هذه النصوص؟ ما هتتخلص من هذه النصوص تقول اله مثلا ده مش كلام الاله ده حصل غلط يعني انت يعني ايه مبررك لهذا يعني؟ بس انا عايز اسمع رايك طب بس خلينا ناخذ معكم اذا كان ممكن اذا كان ممكن فقط الاخوه ناخذ كلمه من جانو تفضل عنده مده ويحب المايك تفضل جانو جانو اسف تفضل تحياتي حبيبي كريم العبيدي اهلا وسهلا طبعا الاخ من الجزائر طبعا عنده الحق انه يعبر عن آرائه بس المشكله مش انه لما الاقي حالي او الاقي مثلا انا كثير معجب بالعالم العراقي علي الوردي مش انه اقول انه كل افكاره راقيه طبعا هو راقيه بالفعل بس انه كلها صحيحه او الاقي حالي جوات الاقي فكر جوات كتابه انه اقول هذا شو هذا هو الشيء الصحيح المشكل انه ما قالوا مثلاً إسلام البحير ما قال إنه القرآن غلط قال فقط البخاري أو الطبري أو أهل التأويل والتفسير إنه لازم مسني شيء يفسر القرآن بطريقة تانية ولقيته لقى حاله في السجن إذا أنت تقول القرآن هيك شو راح يسوون فيك راح يقطعون رقابتك يعني بكل اختصار القرآن أو الإسلام مثل المي لما تحطه على النار هي فقط يعني لما توصل لدرجة 100 درجة مئوية راح تصير الغليان يعني ما راح تلاقي شيء في 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 دين الإسلام خاصة إنه تكون ما بتقدر تسوي ريفورم تجديد ما بتقدر لأن هي صناعتها هيك يعني البنية تبعها هيك إما محيها بالكامل يا إما تكون عبدا لهذا الدين ما في طريقة تانية ما في الإسلام يعني لازم تكون واقعي مع نفسك تشوف هذا الشيء بهذا المنظار مستحيل انه تقول انه لازم يصير ريفورم هذا الان ليش العبيد مش يعني ما بتلاقي في الدول الاسلاميه ليس لان حب المسلمين للعبيد صار لا خوفا من الامم المتحده من مواثيق الامم المتحده يعني لازم تفهمون شيء واضح كثير بكل وضوح ما بتقدر تغير الإسلام الإسلام غير قابل للتجديد لريفورم لأنه تجمل مثل هذا جماعة التجميل الإسلامي اللي بيسوون
حضارات ثقافية، حوارات وما بعرف شو. خلقنا خلق لكم شعوبا وقبائل لتتعارفوا. طيب لما تعارف ليش جيت يعني، ليش ما جيت جبتني الورد والشوكولاتة، ليش جيت بالسيف وتذبحني؟ التعارف هيك بتصير، انه تيجي تسلم عليه بالسيف يعني. رجاءً اقرأوا تاريخكم يعني، رجاءً شوية ارحمونا يعني، شوية ارحمونا مشان نرتاح شوية. تحياتي لكم وماكلكم. شكرا لك جانو، شكرا. انا فقط حطيت صورة جاء هؤلاء ليعلموا الحضارة لهؤلاء. اتمنى انه الصوره واضحه. بذمتك مش كارثه دي ونصيبه لما هؤلاء بدو الصحراء الرعاع الشريب بولا البعير واكل الحشرات يجوا عند المصريين اصحاب حضاره 7000 سنه، اول من كون دوله لها جيش ولها فرعون قائد، يجوا يعلمونا احنا ازاي نعيش حياتنا. شفت الخيبه اللي احنا فيها؟ نعم. شكرا. طالب الكلمه ممكن نعطي محمد ولا تفضل. هو رانيا، مش مشكل، رانيا هزت يدها. اوكي رانيا تفضلي بعد السريع. الميكروفون رانيا، الميكروفون. اولا انا الاخ الجزائري اللي دخل معنا في الحلقه، انا اللي بعت له اللينك، هو صديق معي على الفيسبوك عنده كم اسبوع، وهو انا ضمن ملحد يعني. مانيش عارفه ليش دخل وقال انا اغنوستيك، يعني هو ملحد اغنوستيك في الاخير نفس الشيء، لكن انه قال هذه النقطه الاسلام لازم نصلحوه، انا طبعا لا اتفق معه ابدا، وحبيت انتقده، وحبيت نقول انه الاسلام لا يمكن انك تنقذه ابدا، لانه لو انقذته سوف تقتل يعني انت شخصيا، يعني هي منظمه ارهابيه متكامله. فقط احب نقول يعني ما تحاولوا ان هيك يعني تنتقدوا كثيرا، لانه يمكن هو مازال يعيش في الجزائر ويعني يتكلم بعواطف اكثر منه اي شيء اخر يعني. هو لا 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 لا، انا فكرتي قلت انه الاسلام مع مرور الزمن والاديان كلها حتصلح نفسها، ما قلتش انا غير كده، ما قلتش لازم نصلح الاسلام، قلت لا حتصلح نفسها مع التطور التكنولوجي والعلمي. خلنا نعلق عليك على هذه النقطة، فيك تعمل ميوت بليز عبد. اوكي رانيا، انا مش انسان عاطفي، انا انسان منطقي وكان المنطق، انا انسان ليس علاقتي بالاسلام ولا الدين وكذا. هنجاوبك منطقي، ماشي مشكلة. قلت لك ان الاسلام حيصلح نفسه والاديان حتصلح نفسها، لانه التطور الحضاري والعلمي والتكنولوجي حيرغمها ان تصلح نفسها، ما قلتش ان يجب هيا نصلح الاسلام، لا 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 لا، هذه فرضيه. اوكي معلش تعمل ميوت. فرضيه اوكي، هذه اللي عاوز اقوله، دي فرضيتي انا، اتصور ان الاسلام الاديان حتصلح نفسها لانه التطور العلمي والتكنولوجي والوعي الانساني حيجبرها انها تغير الكثير من تراثها. اوكي سوف اوضع عليك. اوكي تعمل ميوت. Thank you. طبعاً إحنا نعرف جيداً إنه الكنيسة كانت عندها سلطة بالضبط مثل ما عندها السعودية وداعش. المهم المنظمة الإسلامية السعودية هي منبر يعني تمول، هي تصنع كل منظمة إرهابية موجودة في العالم اليوم. نفس الشيء كان عندها الكنيسة. إحنا طبعاً نعرف تاريخ من تاريخ أوروبا، إنه صوى ضد الله وضد الكنيسة كانت اجتماعية بحتة. وهذا ما أدى إلى ظهور الديمقراطية، يعني الديمقراطية اللي نشوفها اليوم كما قلت هي أول ديمقراطية في العالم، هي أمريكا وبعدين فرنسا. فرنسا كانت المستعصية، يعني أوروبا كل يعني مستعصية الأمر، لأنه حصل فيه مشاكل كثيرة جدا قبل ما يصلوا للديمقراطية الحقيقية اللي نعيشها يعني اليوم. يعني حتى نابليون بونابارت كان في أوله ديمقراطي، لكنه في الأخير بعد 200 سنة لم يكن ديمقراطي يعني. المهم اللي حبيت نقوله فقط هو أنه فكرة أخي الجزائري يقول أنه الديانات تصلح من نفسها، هذا مرتبط بالديانة، وديانة شو هي يعني في حد ذاتها.
في ديانات يعني يمكن تصلح من نفسها، مثل ما دخلنا اليهودية، اليهوديين كانوا مضطهدين وبعدين راحوا عملوا بسبب الحرب العالمية الثانية عملوا دولة يهودية، والآن هي أكبر دولة متطورة، دولة من العالم الأول، دولة تعمل بحث العلمي وعندها جيش متطور وعسكري كبير، هي في الشرق الأوسط يعني. المهم فكرة أنه تصلح من دينك مش متاح لأي شخص، يعني المسلمين لا يتاح لهم أنهم يصلحوا من دينهم أبداً صدقني، لأنه دينهم الذين حاولوا أن يصلحوا فيه حاولوا أن يصلحوا فيه بعد 200 سنة من نشوئه، بعد 300 بعد 500 سنة كلهم فشلوا، قتلوا، اضطهدوا، كفروا، المهم نبذوا، دائماً هم الشواذ عن المجموعة. لم يصلح هذا الدين، هذا الدين إما أن يهدم، هو يعني دمج غير آخر أنه يهدم فقط، أنه يأخذ وقت أطول ويأخذ دماء أطول ويأخذ ناس أطول في طريقه فقط، وأحيانهم حيهدم ما فيش كلمة، لأنه الكذب عمره دائما قصير كما قال أحد الشعراء أنا أذكر اسمه. تفضلوا لكم كلمة أخي محمد العبيدي ممكن تفضل. شكرا شكرا لك شكرا لك، تفضل تفضل. اوكي اهلا وسهلا اخ جان الكردي، شو اسمه ما حفظتش اسمه، جانو حبيبنا وبطلنا جانو. حبيت الرد، اهلا وسهلا بيك، وحبيت الرد على حاجه برك يعني معناتها تعليق باش نوضح على مساله العبيد. العالم الاسلامي وعلماء المسلمين الى هذه الساعه يرفضون تحريم العبيد، صحيح هو مش موجود ولكن موجود بأشكال أخرى، فهمت؟ وليس أنا تحديت أكبر العلماء، قلت له لماذا علماء الشيعة أو علماء الأزهر ما يخرجوش فتوى بتحريم العبيد، شنو جوابهم؟ وكي ينتصر العالم الإسلامي ونحتل الدول الأوروبية شنو باش نعمله؟ من الجموش علميا في الفقه الإسلامي مستحيل تحريم العبيد، هذه معناتها نقطة. نرجع للأخ الجزائري حول الصراع الفلسفي معناتها في أوروبا بين هو معناتها قال لك معناتها فما زوز اتجاهات، فما شكون يقول لك يعني الدين سوف ينتهي، وفما اللي يقول لك الدين مش سوف ينتهي مش ينتهي. في الحقيقة أنت عملت شبهة في الترجمة، لأنه الاختلاف متاعهم ليس في الدين، كلهم متفقين أن الدين سوف ينتهي، هم يختلفوا في الأكخويانس في الإيمان، يقول لك الإيمان يتطور أما الدين سوف ينتهي، الأديان سوف يعني العالم ماشي نحو دين فردي ما عادش دين جماعي، المسيحية واليهودية والإسلام والديانات هذه كلها باش تنتهي، هذا معناتها المتفقين عليه كل الفلاسفة فلاسفة التنوير في أوروبا. ولكن يقول لك دائما يبقى عند الإنسان إيمان، إيمان بحاجة أخرى تتطور، فهمت؟ وهذا الكلام تاعهم منطقي عبر التاريخ، هكاك الإيمان دي ما يتبدل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية جيت تقول لي مثلا الإسلام يتطور، الإسلام الرسمي اللي أنا نسميه الإسلام الأرثوذكسي هو الإسلام السني والشيعي اللي موجود عليه 90% من المسلمين الآن، لو أنت مطلع على مصادر التشريع وطريقة الاستنباط في الأحكام الشرعية من القرآن والسنة، فهمت؟ مستحيل مستحيل، قلت لك هناك خطوط حمراء لا يمكن. اذا تقول لي يتصلح ما يتصلح، شنو باش يوقع؟ شنو اللي باش يوقع؟ انها الناس باش يخرجوا من الدين هذا ويتبعوا المذاهب الاخرى، القرآنيين، الاحمديين، البهائيين. يا سيدي هاو البهائيين والاحمديين، البهائيين عند الشيعة والاحمديين عند السنة، جاوا قالوا اي الاسلام الكل طاح في الماء، وهاو عندنا الباب وعندنا المهدي، فهمت؟ وجاب لكم قرآن جديد، امشي اقرأ كتاب البهائيين، قريتوا كتاب البهائيين؟ قرآن جديد ما فيه لا حرب لا سبي لا ظلم لا تعدد الزوجات لا اضربوهن لا انكحوهن لا قطعوهن لا كتاب تحفون، فهمت؟ امشي ولي بهائي ولي احمدي ولي قرآني، فهمت؟ اما باش تبقى مسلم تقول لي هذا الاسلام يتصلح، هذا الاسلام ما فيه ما يتصلح، مستحيل يتصلح. كيفاش باش تصلحوا؟ اللي حاولوا باش يصلحوا صلحوا ديجا. اذا وفي الـ في الـ في, الـ في التاريخ ما فماش هذا التصلاح، فما موت، الايديولوجيات تموت، ما فماش اصلاح، فما موت وتطلع فروع، والفروع هي المذاهب الاسلاميه هذه المتفتحه،
فما تقريبا 50 مذهب، امشي فركس وخذ اللي تحب عليه انت على قياسك. اذا هذه هي معناتها اللي حبيت نقولها، يعني تقولي اللي يجي يقول لك الاسلام هذا يتصلح، قل له امشي هاكا فما مذاهب متصلحين حضر باش تخي ابورتي، يلبسهم ديريكت، ما تقعدش تكسر في راسك، فهمت؟ ونرجع على مساله مثال القبنجي. القبنجي تعرفوه نظن، القبنجي لكلكم يعني هو معناتها من الدفعه نتاعي، يعني انا كنت نقرا في طهران وهو كان يقرا في قم، فهمت؟ من الدفعه نتاعي. القبنجي جاب لكم دين جديد، فهمت؟ جاب لكم دين جديد تحفون مش خايب، نظن ضرب القران في الصميم. اللي عملوا الاصلاح هما البهائيه ضربوا القران في الصميم، الاحمديه ضربوا القران في الصميم، والقبنجي ضرب القران في الصميم، وغيرهم حتى زاد القرانيين، رغم القرانيين انا اعتبرهم كالمسلمين يعني ما خرجوش من الدائره، فهمت؟ يعني يجي يقول لك لا هو كان يقصد بالضرب هو الهجر مش الضرب، فهمت؟ ولا مثلا بالقطع يعني بمنعهم عن السرقه، قطع اليدين يعني اقطع ايديهم، يعني اقطع ايديهم عن السرقه. علاش؟ وقطع الرؤوس يعني اقطع رؤوسهم عن القتل، يعني على خاطر هما قاعده في القران اللي القرانيين انا ديما ندخل في نقاش مع القرانيين يهربوا. علاش؟ على خاطر الفكر القراني ثم قاعده في القران، تفسير القران بالقران، هما القرانيين يهملوها. يعني يجي ياخذ لك مقطع نتاع مثلا قطع اليد واقطعوا ايديهم، السارق والسارقة واقطع ايديهم، ويجي يقول لك القطع هو المنع، يعني ان تقطع اليد، ويجي بعد يقول لك لا الجرح، كما مثلا يوسف وقطعنا ايديهن، لكن فما ايه اخرى تقول وقطع الرقاب، فهمت؟ هنا يحصلوا هو ما عادش يلقوا اجابه. اذا اخي سام، اخي بسام، الاسلام الحالي الارثوذكسي السني والشيعي، فهمت؟ ما قاله الا الموت، ليس له حل اخر. لازم المسلمين اللي يحبوا يبقى الاسلام بالاسم، فهمت؟ انهم يهجروا هذوما الشيوخ وهذوما المدارس وهذوما العلماء، فهمت؟ وينتميوا للمذاهب الاسلاميه الاخرى. هذا ما عندكش حبيت نقول. نظن اكعوا، تفضلوا. شكرا، شكرا لك. على ذكر القبنجي، انا وضعت صوره الاسلام، صوره الحويني الصغيره من تحت، الاسلام لايت بصوره عدنان ابراهيم، والاسلام زيرو بصوره القبنجي. ما بقى فيه تمام اسلام، فرغوا من كل روحانياته وتفاهاته. شكرا، شكرا جدا للمداخله الرائعه. إذا كان ممكن نواصل في السياق، شكون كان حايب الكلمة؟ جان كنت حايب تعطيني كلمة ممكن. شكرا لك حبيبي ليث. كريم بس الميوت بعد إذنك لأن عم بصير صدى. يسلموا. طبعا الأخ عبد إنه عم بيقول الدين سيبقى لمئات السنين ولن ينتهي، ويقول إنه احد الفلاسفه، انا بصراحه ما اعرف اسمه، ما اعرف الشخص هذا، ولا ما بيهمني بصراحه الشخص، انا بيهمني الفكره انه عم بيقول الدين غريزي. الدين ليس غريزي يا اخي، الدين هو اجى نتيجه حتميه لحجم دماغ الانسان لما كبر في مرحله من المراحل الاولى من حياه تطور الدماغ. الانسان لما وعي بالموت، وعي بالحياه، وعي ب كل شيء بالطبيعة اللي حواليه، ما كان عنده أجوبة للأسئلة اللي تنطرح عليه، مين نحن، منين جينا. فشيء ضروري تتولد الغيبيات عبر الفن واللسان وكل الأشياء، فتطورت إلى مرحلة الدين المنظم اللي شايفينه حاليا. هذا شيء طبيعي، يعني شيء حتمي في تاريخ الإنسانية راح يصير. بس هل سيبقى مثل ما قال أخوي كريم؟ يعني نعم، الإيمان سيبقى، الإيمان يعني حتى الملحدين مؤمنين، يعني مؤمنين بالإلحاد، ولكن هل الدين، الأديان المنظمة اللي نعرفها ستبقى؟ بالتأكيد لا، لأنه الدين هي مرحلة حتمية في تاريخ الإنسان، مرحلة وليست دائمة، ما هي غريزة عند الإنسان. الدين انولد من خلال تساؤلات، من خلال انه الانسان دماغه كبر
فانطرح عليه أسئلة، فهالأسئلة تطورت، إجاباتها تطورت حتى وصلت لمرحلة الدين. جان ممكن أدخل دقيقة أو دقيقتين؟ فكرتي ممكن دقيقة يكمل حبيبي يكمل، تفضل جان واصل. فالفكرة أنه الدين هو مرحلة قصيرة جدا في تاريخ البشرية، مثل العصر الحجري كان أطول فترة هي. طبعا الدين مرتبط بالثورة الزراعية، هذا شيء أكيد، يعني ازرع اليوم تحصد غدا. حتى الثورة الزراعية على أبواب الانتهاء، الدين حتميا من هون لأربعين خمسين سنة، أربعينيات هالقرن هذا، الأديان كلها ستنتهي. يبقى هناك شيء اسمه إيمان، كل إنسان يؤمن بالشيء ما بغيبية. هلا أشياء صارت تطلع على تطفو على السطح، في ناس تؤمن بالطاقة، يعني ما كنا نسمع أول الإيمان بالطاقة مثلا، هلا في ناس عم تؤمن بالطاقة. الإيمان يبقى، ولكن الأديان هي مرحلة وستزول بوجود العلم وليس غريزي. تفضل إذا في عندك أي تعقيب. جان، أنا وجهة نظري، أنا طرحت لك أوجه نظرات كثيرة، لكن أنا وجهة نظري، أنت تسمعني جان؟ أوكي. أنا أعتقد أنه أنا دائماً عندي في مقولة أقولها، طالما في الحياة غموض وألم فهناك إيمان للأبد. هقول لك حاجة، الأديان صناعة بشرية، لأنه الإنسان ما جاء لهذه الحياة وما فيه، وهو إنسان فضولي لم يفهم ظواهر الحياة، كان من أين أتينا، لما نحن هنا، إلى أين سنذهب، ما المعنى من وجودنا، كل ده أعطلها تفسيرات وخلقها أساطير كأسطورة آدم، ولما مشكلة الشر، ولما غياب العدالة في الحياة، فاخترع هناك حساب وعقاب بعد الموت وكذا. أنا أعتقد أن وجهة نظري أن الأديان يعني هذه التصورات تناقض العلم، التصورات دي مثل خلق آدم، مع التطور الإنسان علميا اكتشف أنه لا تصلح، فأخذ بنظرية التطور. لكن فكرة إن الإيمان باقي، لأنه إنه الإله الإبراهيمي سخيف، فسخيف إنه إله يدخل في نار جهنم، إله يراقب الناس في أتفه الأشياء، إله يتنافى مع يعني الوعي الإنساني اللي وصلنا له. لكن إله أنطوني فلو أو إله الربوبية ده أعتقد إنه حيستمر الإيمان بالإله الربوبي حيبقى، لكن إله التصورات تاع الإله الإبراهيمي السخيف ده حيسقط، مش حيبقى، لأنه إله سخيف. طيب شكرا لك. تفضل ليس. أنا التعليق ممكن المايك فقط. المايك فقط. أوكي دقيقة. شكرا. لأنه في مشاكل بالصوت. رائع. أنا تعليقي في موضوع الإصلاح الديني، التاريخ ممكن يعطينا درس كما كان يقول من ناحية محاولات الإصلاح. المشكلة في الإسلام هو أنه عقائده جامدة وعقائده ثقيلة جدا. أقول أن كلام هو كلام الله، لما أقول أن القرآن أزلي وأبدي، لما أقول أنه في لوح محفوظ، وأغرس هذه العقائد الصلبة الصعبة جدا في عقول أجيال وأجيال، يصبح الإسلام متصدي، إما يدمر ويترك، وإما يحدث إصلاح أو طفرات أخرى بديانات أخرى وعقائد أخرى. أنا فاهم فكرة أخونا عبده، هكذا فاهم فكرته، لكن فكرته عامة جدا، هي من ناحية المعتقد والإيمان الشخص الإنساني، ليس من ناحية دين معين أو عقيدة معينة. والأحرى أنه الإسلام منظومة قانونية دينية في نفس الوقت، أكثر من دين، ليس فقط معتقدة وروحانية مثل ديانات أخرى. إذن من ناحية المعتقد ممكن أتفهم
من ناحية عبده، من ناحية الروحانية ممكن أتفهم عبده، لكن من ناحية دين الإسلام حد ذاته أنا أتفق أكثر مع النظرة التاريخية التي ترى أن الإسلام من المستحيل أن يمكن أن يكون مصلح، إما يدمر أو إما يزندق بين قوسين، أو إما نصبح ابن تيمية ونجاهد في سبيل الحريات وإلى آخر من الأمور، إما داعش وإما جان. فاختر طريقك حبيبي. لكن من ناحية المعتقد أنا ممكن أفهم أن البشرية دائما في حاجة لإيمان ومعتقدات وعقائد تنظم حياتها، وممكن نتكلم في هذه الأفكار ساعات 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 طويلة، لكن الحقيقة تبقى دائما أنه عمليا الإسلام أكثر من دين، هو يبني أمة، يبني مجتمع كامل، يبني نظرة نظرة شمولية لكل مصادر الحياة. إذن مهم أن نضع الفرق بين الإسلام كعقيدة أو كإيمان والإسلام العملي التاريخي. نظن هذه نقطة ممكن نضيفها إذا كان واحد يريد الإضافة. تفضل تفضل تفضل، خذ المايك تفضل. أنا أحب نأخذ مايك لأنه معرفة بكرة غدوة عندي جامعة. مش مشكلة. نحب نشكركم جميعا على الحلقة، وأنا فخورة جدا بهذه الحلقة، أتمنى أنها كانت حلقة رائعة للمشاهدين أنهم يستمتعون بها، ونتمنى أن ننظرون الأجيال القديمة وننظرون الأشخاص الذين يشاهدون مهما كانوا عددهم يعني. شكرا لك رانيا. أشكرك رانيا، أشكرك للمشاركة حبيبتنا، ويعني أنا أقدر وقتك اللي عطيتينا إياه، يعني صار لك ساعتين ونص معنا، شكرا كثير لك. شكرا رانيا ومع السلامة. شكرا، باي باي. شكرا أختي العزيزة، تصبح على خير. طبعا ما بعرف ممكن أحكي ولا لا؟ الله يعاون. هو صوت ولا احكي احكي جان. طبعا يعني ما بعرف من ابدا، مثل ما قلت يعني الاسلام ما بيها اي شيء للتجديد، ما بتقدر تغير اي شيء. انت حبيبنا كريم العبيدي حاط شيء قال شيء كثير مهم، انه الايديولوجيات تتغير، وقدام عنا يعني مش بحاجه لنروح بعيد. يعني في فتره من الفترات في العراق وخاصه في كردستان كان عيب انه الشخص ما بيكون عنده فكر يساري او كومونيستي، يعني كان عيب انه انت مش شيوعي، كان بيقولوا كان بيضحكون على هذا مش شيوعي، لان المجتمع لان الفكر الجديد والشعب تحت الظلم، يعني كان بدهم اي فكره اي شيء مشان يمسكون بها بس مشان يخرجهم من هذا الظلم. فاصبح كل الناس بيميلوا للشيوعيه، أخذوا الشعب. الآن الحزب الوحيد اللي يعني ما عنده ممثلين في البرلمان هم الحزب الشيوعي. ليش؟ لأن صار التغير في المجتمع، في التفكير، في الحضارة يعني. فمشان هيك وتغير كل الأيديولوجية بأكملها. وإذا نجي مؤسس الأيديولوجية أو منبع الأيديولوجية هو بايتاغروس. بايتاغروس هو فيلسوف وعالم رياضي، عاش في زمن الفرعونين، هو مؤسسه يعني. فالمشكل هلا هذا الأيديولوجية اللي بنسميها الإسلاميزم أو الفكر الإسلامي، هلا ما بتقدم أي شيء للمجتمع، ما بتقدم أي شيء، فقط فارضة نفسها على المجتمع. ففي احتمالين، إما أن المجتمع ينتقم من هذا الفكر، يا أما الفكر راح ينتقم من المجتمع. فالنهاية المجتمع لازم يأخذ القرار الصائب.
هذا هو مداخلتي، تفضل. يمكن أن أتكلم؟ يمكن أن أتكلم؟ تفضل 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 عزيزي تفضل. باي أنا أعود لكلام يو، كلامك صحيح 100%. الإسلام الرسمي أنا ديما نسميه في التعبيرات متاعي الإسلام الأرثوذكسي، لكي أفصل بين الإسلام الآخر والإسلام الرسمي، اللي هو 90% من المسلمين يتبعون الإسلام الأرثوذكسي، هو إسلام خاوي من الروحانيات، ليس فيه ولا روحانيات أصلاً، فيه تمثيل ونفاق وخداع وكذب سوى شيوخهم سوى اللي يؤمنوا به. كان من ناحية الشيعة كان يمشي يبكي على الحسين، يبكي على همومه الكلبة اللي عايشها، فهمت؟ وكان السني كي هب الدمعة بش يمثل ويوري روحه زعمة زعمة أو كخاشع، لا يمتهم لا شيء. الإسلام هو عبارة على إيديولوجية عسكرية دينية، إيديولوجية يعني هي إيديولوجية سياسية متغطية بغطاء الدين وبغطاء الإيمان، ليس له أي علاقة بالإيمان. عندما تمشي تشوف الصوفية ولا تشوف الأحمدية ولا البهائية ولا غيرهم تلقاهم ناس عندهم الإيمان، بينما الإسلام الأرثوذكسي ما فماش حتى مسلم، لا علماءهم حتى هما بيدهم، تلقاه في الجامعة يصلي توا وبعد يمشي يسكر ويعمل ويخبش ومن بعد يقول لك فهمت أنا عصيتهم فاستتيروا. إذن الإسلام الأرثوذكسي اللي أنت تحب تصلح وما فيه ما يتصلح في الزبالة، ومحاربة الإسلام وتدمير الإسلام هو واجب إنساني في الوقت الحاضر، لأنه هو أخطر إيديولوجية على العالم، واللي ما يشاركش بكل الطرق مهما كانت في الخفاء في العلن في كل الأساليب فهو يعتبر مشارك ومجرم. وهذوما المسلمين الذي يعتبروا معناتها مسلمين زعما متطورين ويقول لك أنا مسلم علماني، هما مشاركين في الجريمة، هما يمسحوا الدماء متاع الإجرام، لأنهم هما يعتبروا غطاء للإسلام الإجرامي الإرهابي اللي هما يعملوا له كيف البحر. شفت الركان القرش، هما عاملين كيف البحر يحمي القرش، لازمهم يجفلوا المنابع متاعه ويخرجوا من الدين هذا. عدم الخروج من الإسلام والأسلوب متاع الملحدين يقول لك نتكلموا معهم بالسياسة، أنا ما نمنش به، فهمت؟ صحيح في الفيديوهات متاعي نتكلم منطقيا، ولكن في نقاشاتي المباشرة مع المسلمين نحي لهم رب والديهم وما نفهم حتى شيء، ربهم وقرآنهم ودينهم ونعفس عليه ونعمل عليه كل شيء، فهمت؟ واللي عجبوا عجبوا، واللي ما عجبوش كسرته. لماذا؟ لأن المسلمين وصلوا إلى مرحلة مرض خطيرة جدا، مرض عقلاني ونفسي لا ينفع معه إلا الإلكتروشوك، ما يسمى الصدمة الكهربائية، لازم تعطيه رب صدمة كهربائية كالمجنون. المجنون وتيوصل مرحلة من المرض ما عادش ينفع معاه الأدوية لا شيء، لازم الكهرباء. إذن أنا ضد أنك تسيسهم ولا ما تسيفهمش، المسلمين عدو للإنسانية والعدو لكل إنسان حر، فهمت؟ ما فيها حتى نقاش ولا إصلاح رب الإسلام ولا شيء، الإسلام هذا يجب أن يدمر، والمسلم الذي لا يريد أن يخرج من هذا الإسلام سوف يدمر معه، ما فهمش حل آخر. أنا هذه وجهة نظري. المهم أنا باش نزيد نسمعكم شوية ونمشي نرقد خاطر نخدم غدوة، وأنا ضد الأسلوب اللين مع المسلمين، جيب مسلم لازمك تنحي له رب والدي مباشرة. واضح. لخاطر عندها تكتشف حقيقته، توجيك يقول لك أنا مع الحوار ومع الحوار، كما مرة أخرى جانا هذاك المغربي من بعد قال لك لا باش نخرج، كيفاش يقول القرآن خرا؟ أي القرآن خرا، وكان ما تقبلش القرآن خرا يعني أنت مازلت مسلم وماكش متفتح، إيش بينا باش نسميوه حاجة أخرى؟ أحنا هذيك حقيقة، فهمت؟ باش تجي تلعب لي بالألفاظ هذاك هو الحقيقة. أنت كان جيت مسلم امشي أحكي مع البهائي سب له القرآن عنده عادي، خطر القرآن ما عنده حتى قيمة معه، فهمت؟ وسب له محمد وسب له اللي تحب عليه ما تحب ما يهموش، أما مدام هو متمسك بالقرآن ومتمسك إنه مقدس من عند الله، فهمت؟ ويعطيه مليون تأويل، فهو بالنسبة لي مازال إرهابي في الداخل متاعه. والإرهاب ليس الإرهاب الجسدي، هناك إرهاب فكري، هذه هو الأخطر، فهمت؟ يقول لك أنا لا مانيش إرهابي وما نقتل حد وكل شيء، لكن أكثرها في الناس أنت بأفكارك بتحب تدخلهم في الإسلام، أسلوب معناتها بتحب تصلح الإسلام، علاش تصلح فيه الإسلام؟ إيش فيه من صلح؟ إذن هذه هي وجهة نظري، وأهلا بالجميع سال جالي وأخ جون. استمر بالتكلم حبيبي، استمر بالتكلم. I enjoy every single word you say. والله نخدم الأربعة متاع الصباح
مش نرقد 4 ساعات. شكرا لك كريم، شكرا لك، وشكرا حبيبي على المداخلة. يعني شكرا لك، شكرا لك حبيبي، شكرا لك. طبعا راح نشوف اخونا كريم اليوم السبت. سبت عاد باش نتكلم على الحركه، على الحركه في حلقه راح نعملها على حركه شمال افريقيا. لا، لان الحركه دائما ياخذوا فكره على انها عرقيه، احنا ضد فكره العرق، ومعناتها باش ناكدوا هذا معناتها في المقابله نتاعك، وباش ناكدوا انا قاعدين ناكدوا فيه في الصفحه نتاعنا بكل تاكيد. الصفحه نتاعنا وصلت 100,000 لايك. برافو برافو برافو، فهمت. رائع رائع يا كريم. أوكي. رائع. مع السلامة. مع السلامة. شكرا للمفاعلات الصوتية. من عمل المفاعلات الصوتية؟ شكرا ليو. السلامة. يلا مع السلامة. مع السلامة. أحمد، صار مدة ما سمعناكش. أنت أخذت اللوك بانك، أخذت اللوك قراصنة وكل هذه. أنا مش فاهم، ممكن تعيد لنا اللوك بانك من فضلك؟ البحر كان جبال، البحر كان جبال، وكنت بصارع. إني وصارع. لحظة وصارع. صارع. تكلوك الدنيا دلوقتي. انت في انت في عطله في محلك. انا قاعد في المحل عمال اسكر ومش وتوظف اي حاجه، في شغل ما فيش شغل مش فارقه معايا طالما الاجازه موجوده. دايما موجود حبيبي. ومع زميلك، مع زميلك العزيز. وانا انا مع احترامي لاخي كريم، الراجل بيتكلم كويس وانا الراجل ده بحترمه يعني. تفضل تفضل، اعطينا النقاط. انا ملحد شرس عشان تكونوا عارفينه، وسالوا عليا الناس اللي تعرفني يعني. انا ملحد شرس يعني، فانا ضد الخرافات الاديان بشده يعني. لكن لما قعدت كده حاولت مع ناس يعني، ناس مسلمين حاولت معاهم ان هم يتكلم معاهم، لقيت ان مش نافع بالعنف خالص يعني، مش نافع بالخناق، واخد بالك؟ اوكي، ممكن احمد يكون مشغول. ممكن احكي؟ اتفضل جانو، اتفضل حبيبي. ثواني حبيبي احمد، رجعت لسه ما رجع. كان بدي اقول انه المسلمين عندهم كثير، مثل ما قال اخي وحبيبي كريم العبيدي، عندهم كثير اشياء بيقولوا وبيعملوا ضده، وموجودة في القرآن وبيتسوي العكس. مثلا هلا صار عندهم هجمة شرسة على صفحاتنا في اليوتيوب، في الفيسبوك. إلههم بيقول إن أنزلنا الذكر ونحن له الحافظون. إذا الله بنفسه بيقول لك إحنا راح نحفظ كل شيء تبعك، يعني أنت بحاجة إنه تسوي ريبورت على جان ولا على سال ولا علي ولا على يعني سهل الانفصام اللي عندهم يعني. كثير عجيب أمره. إلى ما بتقدر تناقش، أو إذا بتناقش معهم أنت تدي أدلة تبعك، هم ما عندهم أي دليل، و بيتهموك بالكذب، بيتهموك بأبشع الوصفات، وهو أصلاً ما أداك أي شيء ثبوتي أو أدلة تثبت إنه الحكي اللي جالس عم يقوله هذا حكي صحيح. إحنا مثلاً لما بنناقش إنه القرآن هو الله عنده إيد مشان يكتب القرآن، ولا عنده تم مشان يحكي، ولا يعني كيف يبعث لمحمد هالشي، يقول الله قادر. يعني عندهم أشياء كتير كيف أقول، سخيفة، حجج كتير سخيفة مشان يقنعون نفسهم أو يقنعوك إنه هذا الشيء صحيح. والعكس، كل ما بيزدادوا بجواب بهيك أسلوب، كل ما إنه بيوضح لي الغباء الديني عندهم، الغباء الفكري عندهم. يعني هذا اللي بشوفه. والماكلكم
طيب شكرا لك جانو. احمد تفضل. احمد واصل. في ساره دخلت معنا. ساره ممكن نسمع صوتك؟ وي مساء الخير. مرحبا 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 بكم، متشرفه كثير بكم، حبيت ندخل معاكم باسكو شفتكم كلكم رجال، قلت نعطيكم يعني اللمسه الانثويه. اهلا بك ساره. اهلا بك ساره. أهلاً مرحبا بك ساره. مرحبا، متشرفين بالناس اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش. انا ساره جزائريه وولا، وراني نستمتع بالكلام معاكم، ورانا فرحانين هنا في امريكا على ترامب ربح. رانا كثير فرحانين، وان شاء الله يكون يعني كما يقولوا المسلمين بين قوسين يكون تغيير، يكون تغيير. انشأت الجلده من فضلك، احنا هنا في ديانة الجلده. اذا شاءت الجلده الحنفيه يكون تغيير يعني في المنطقه، لأنه يجب على أمريكا أن تدعم التنويريين في المنطقة ديالنا يعني في المنطقة الشرق الأوسط، لأنه كانت عندها سياسات يمكن تدعيم الإخوان والحركات الإسلامية الوهابية اللي أثرت علينا. مثلا في الجزائر احنا في الثمانينات يعني غيروا في قطع التعليم، جابوا لنا يعني الدروس الدينية في المدرسة أنتجت لنا دواعش في التسعينات، ونفس الشيء اللي راه يصرف يعني يوقع في سوريا ولا في المنطقة أو جنرال. ورانا متمنين يعني إن شاءت جلدة الحنفية يكون تغيير للأحسن. إحنا نريد نعيش بسلام فقط وبحريتنا. أي إنسان ملحد في بلاده ويقول أنا ملحد وعنده مكان، هذا الشيء رائع لبلادنا، وبلادنا تاني كشعوب عندنا تاني أمل نعيش بسلام. لكن الإسلام اللي راهم يدعموا في الإسلام ويزيدوا ينشروا فيه ما يخلوا هادو أعداء الحياة. أنا أشوف الإسلام ككتاب عدو للحياة، بدون يعني كما قال الأخ كريم بدون تجميل. سي ديجا بوكو سيب 14 قرن أكلنا هذا الكتاب ورجعناه، يعني عفوا ما بدنا إياه، بدنا التطور، بدنا التطور، بدنا التطور. ولكم المايك سامحوني. شكرا لك سارة. شكرا شكرا ميرسي ميرسي. شكرا لمداخلتك أحمد. حايب تواصل تفضل حبيبي أحمد القرصان. كابتن أحمد تفضل. كابتن أحمد بص يا باشا، بكرر تاني أنا معاكم في إن دين عنيف، دين كريه، دين خرب شعوب وبلاد وشرد أبرياء ما لهمش ذنب، ومعاكم في كل الكلام ده، أنا 100% معاكم. بس أنا عايز أضرب لك مثال على وجهة نظري، ممكن حد يقتنع من المعارض يعني سواء سان أو الأخ كريم اللي كان بيتكلم. أنت لما كنت طفل صغير وكنت عايز ما تخشش تنام بالليل عشان عندك مدرسة الصبح، وعايز تقعد تتفرج على التلفزيون، ويجي والدك أو والدتك يضربك عشان تخش بالعافية تنام، هل كنت بتقتنع؟ رد علي، هل لما أخدك جزء لما أقولك خش نام يا ولد وانت صغير، هل كنت بتقتنع إن هو ده الصح؟ هو ده المفروض تعمله؟ لا، إما بتعمله وانت خايف، يا إما مش تعمله وتقعد تصرخ وتعيط. كذلك المؤمن أو المسلم لما تقول له انت خرافه، انت انا ما بقولكش حس عليه، انا بقولك وضح له الحقائق. يا حبيبي في مدرسه الصبح الساعه 6 لازم تخش تنام عشان تصحى فايق وتروح تفهم دروسك. انما لما احنا عايزين نبص الهدف ايه، انا عايز اعرف انتوا معايا ولا مش معايا في الفكره دي. الهدف ان هؤلاء الصلاعمه يلحدوا، يدركوا الحقيقه ويلحدوا، ولا مش ده الهدف؟ الهدف نشر ثقافه الالحاد والحقيقة ودحض الخرافات وخلاص، ولين الخرافات دي خلاص ما بقاش حد بيؤمن بيها تاني. طيب هل ده بالعنف وبالهجوم وبالترياق على ميتين أبوهم، مع أن هم كل دينهم كله ترياق؟ يعني سهل جدا تتريق في 100 حاجة تتريق عليها وتعمل عليها فن وتضحك الناس عليهم، بس مش هيلحدوا كده، يعني مش هيلحد، محدش منهم هيسمع لك. هقول لك على حاجة، مثال تاني. دكتورنا الكبير الدكتور إمني، دكتورنا الكبير وعالمنا الجليل الدكتور إمني في مصر، الدكتور إمني ما يطلعش يقول في وسائل الإعلام المصرية إنه هو ملحد أبدا. ليه؟ لأنه وانس إنه هو قال كده محدش هيديله ودنه، محدش هيسمعه.
فبيحاول مع انه هو ملحد الراجل ومدرك للحقيقه، بس هو عايز اكبر كم من الصلاعمه المؤمنين يسمعوه علشان يعرفوا الحقيقه. ما انت عايز توصل الحقيقه، فكان كل وجهه النظر ان انا بقول ايه، يا ريت الى حد ما نغير من اسلوبنا، من اسلوب تريقه وتهكم عليهم، وانك بس مجرد ان انت تصير غضبه ما بتفهموش حاجه، انت بس بتغيظه وتصير غضبه، الى طريقه جديده الا وهي بص يا عم الناس، الموضوع واحد اتنين تلاته، مش ممكن يكون رسول من عند اله ومقضيها نسوان وكل يوم نام مع واحده، ما هو يعني 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 ايش معنى هو؟ ده موضوع بشري، يعني دي غرائز بشريه، مش شغل انبياء خالص. يعني مش معقول يا عم الناس لما يكون في رسول من عند اله هيروح يقتل الناس كده عشان مش مؤمنين بيه؟ ده كلام ما يرضيش الاله نفسه لو كان في اله. فالتوضيح باسلوب فريندلي هيخلي الناس تلحد اذا كنت انت عايز الناس تلحد. بس ده انا عايز اقوله، قد اكون مخطئ قد اكون على صواب، دي وجهه نظر يعني. نسمع تعليقاتكم. اظن اخوي احمد اسمح لي اخوي ليث، انا حبيبي يعني هو نتريق عليهم لكن بادب يعني. يعني مثل ما قلت هو بجد يعني تاخذ ما تاخذ اسلوبهم ولكن تاخذ اسلوب الصدمه، انه تفرجين انه مثلا نبيهم كان بالفعل سفاح بطريقه يعني توصل له اياها هي صادمه بالنسبه له اكيد. يعني لان هو المسلم عنيف دائما، دين عنف مثل ما قال اخوي كريم يعني، ولكن توصل له اياها بدون انه تحسسه، خلينا نقول تحسسه انك عدوه، هي النقطه، انه توصل له بطريقه صادمه. فرجي محمد كان مثلا بتاع نسوان، كان سفاح، كان كل شيء، ولكن بطريقه ما تحسسه انه انت عدوه للشخص هذا. يعني توضح له انه في شيء بيني وبينك مشترك، ولكن اللي انت لاحقه غلط، يعني غلط لانه محمد كان رجل نسوان، ما كان يعني كان رجل مثل ما قلت، يعني اذا عنده 13 وحده يدور عليه في غسل واحد، يعني انا مستحيل نحكي هالحكي هذا بليله وحده، فشو عف للنبوه يعني؟ يعني اذا واحد كل وحده قضى ما عندها نص ساعه، هي عندك 6 ساعات بنزل الرجل يعني نكاح فقط يعني، فشو عاف للنبوه وشو عاف هي القدوه الحسنه وهالاشياء هي. واذا كان حياته كلها غزوات، 63 غزوه تقريبا يعني، ما بعرف العدد بالضبط، بس هالغزوات هي يعني كل شهر شهرين في غزوه، فشو عاف لحياته لاهداء الناس للنبوه للاله الخرافي المزعوم يعني. ففي وجهه نظر عند الطرفين. انا برايي الصدمه مهمه جدا، الصدمه القويه الكهربائيه اللي تخليه يحس، ولكن ما تخليه يحس انه انت عدوه. اتفضل ليث. انا متفق معك حبيبي في هذه النقاط صراحه. هي في نفس الوقت انا قلت لك انه كل وشخصيته، ومهما كان تنوع الشخصيات هذا يكون افضل، لانه صوتنا يوصل لشرائح اكثر، مستحيل انه تكون طريقه واحده لخطاب عدد كبير من الناس. انا متفق ايضا مع فكره ان الصدمه ممكن تكون نافعه، وانه في نفس الوقت ما لازمش تكون عدو للمحاور المؤمن اللي يكون معك. هي على كل الاجابه في كل هذه الاجابات كلها تحتمل الصواب والخطا في نفس الوقت، ولا يوجد طريقه مثلى لخطاب مليار شخص. هذا مستحيل. لذلك أشجع مثل ما يشجع كل مرة الأخ البطل صال الكل أنه يشارك معنا بطريقة أخرى، كتابة، بصوت، بحضور، بصوت وصورة، بنشر، بتشهير، لأنه كلنا لما نعطي لمساتنا نمس أشخاص أكثر فأكثر بحساسيتنا، بشخصيتنا، بالأمر الفريد السنجولاريتي اللي تعملنا احنا شخصيا. كلنا ممكن نوصل أصواتنا
أقصى وأكبر عدد من الناس، وكل أسلوبه. أنا أتفق أنه أسلوب الصدمة يمشي مع كثير من الناس، لأنه للأسف هم نيام، قيام نيام في مجتمعاتنا، يقومون بأعمال لا يفقهونها أصلا، يعيدون تكرار عمليات مرات ومرات، عبادات فارغة، هدر للوقت وللزمان. والصدمة ممكن يكون عندها فعالية كبيرة. في نفس الوقت طريقة الحوار الهادئ إلى آخره ممكن تمس بعض الأشخاص آخرون أيضا اللي هم في طريقة بحث أو شك أو في الحدود بين وبين. المهم كل يبقى بشخصيته، ونضيف لهذه الطريقة للتنوير هذا كله لمساتنا وصمتنا. تفضل جانو حبيبي. المشكل عندهم هو الإنكار. هم بينكرون الأشياء الموجودة حتى في أحاديثهم وحتى في القرآن تبعهم. هم فقط بيشوفوا الأشياء الإيجابية في القرآن، ما بيشوفوا الأشياء السلبية. بيشوف في جاني تليفون، تفضل المايك لكم. لو تسمحوا لي سعد. من اوكي سعد تفضل سامحني. لا تفضل سعد. نو انا غير حبيت نوجه يعني واحد النداء نقدر نقوله للنساء، خاصه العنصر النسائي. انتم عارفين كم هو مهم في مجتمعاتنا. انا اتصلت بيا صديقتي وقالت لي يجب نعملوا قناه اللي نخصوها للنساء. قلت يعني هذه حاجة مليحة للنساء الملحدات الثاني، ونديروا مناظرات مع النساء المسلمات. يعني يكون أنا نشوف واش رأيكم، يعني أسكو هل هي يعني تكون خطوة مليحة، يعني نستقطبوا تاني الرأي النسائي أو اللي أنا نشوفه مهم أكثر. ومعكم المايك وقولوا لي واش رأيكم. كيفاش ما فهمتكش؟ شو تقصدي سارة؟ يعني مناظرات مسلمات مع ملحدات؟ ايه نساء يعني نساء. صحيح. على فكرة فكرة النساء، انا رأيت ان المرأة هي الاكثر اضطهادا في الاسلام، ومع ذلك تجد المرأة هي الاكثر دفاعا على الاسلام، لانها اكثر ميول العاطفة. لا، لأن تم تجهيلها أكثر، لأنه أنت تعرف في بلداننا الأكثريتها كانوا الرجال بين قوسين الأطفال يمشوا المدرسة، والبنت ما يخلوهاش تمشي، خاصة في الأرياف اللي تكون المدرسة شوية بعيدة ويكونوا خافوا على المرأة أكثر يعني. وهذا اللي يعني شوية جهل. لكن سارة في النقطة اللي طرها الأخ عبدو، ايه رايك انه لماذا النساء هم اول من يدافع عن الدين في اغلب الاحيان؟ تقول لك الاسلام كرم المراه وصوره النساء وما ادري وشو. اول حاجه صراحه هذا الكلام صحيح. انا شحال من بنت مسلمات هجموني اكثر من اولاد المسلمين. لكن المراه انا اشوفها خايفه تخرج، عندها هذه كلمه بين قوسين يعني الدعاره، تكون يعني خايفه من هذا على بها قاعده مقوقعه تحت هذا الاسلام اللي حاصنها من كلمه يعني انت داعره ولا انت يعني بنت مش مليحه. كانه الاسلام هي تحته، حتى ما تكونش مؤمنه كثير به، لكن ما حبش تخرج حتى لا تنعت بهذا الانعات. خايفة على صفتها في المجتمع لا تهبط. صحيح يعني. صحيح يعني. بعدين تجد المرأة هي أعذرها في كثير من الأحيان، لأن نحن كرجال مضطهدين من الإسلام، ولكن المرأة أكثر مضطهدة في الإسلام ومقيدة أكثر تقييد. وأنا أتفق معك أنها بسبب التجهيل الزائد والقيود الزائد عليها فهي تدافع عن الإسلام بشراسة. صح. دقيقة أكمل. وتجدها تتقبل كل شيء في الإسلام، لكن لا تتقبل تعدد الزوجات. يا شيء مضحك. صح، لأن الغيرة عندها أكثر من يعني. بصح كاين للناس راهي قبلت تقبل أوكي. هي المشكل شوفوا كيفاش لعبوا بهذا الايديولوجيه. المراه اللي تتزوج هي تكون الزوجه الثانيه تقول لك ما فيش مشكل،
تقبل بهذا الشيء، لكن لو تكون المرأة هي الأولى تقول لا ما قبل زوجي يتزوج بمرأة ثانية. نتمنى تكونوا فهمت المعادلة، ما عرفت كيفاش نشرحها بصح. شوف النفاق حتى هما سقطوا في النفاق، هي لو كانت المرأة الثانية هي عاوزة تتزوج مع رجل متزوج ما عندهاش مشكل كبير، لكن لو كانت هي المرأة الأولى وزوجها بده يتزوج هي صح تسقط شوية في الغيرة وما تكونش موافقة. صحيح صحيح، شيء غير منطقي بالفعل. آسف للقطيع. ممكن أروا معانا شجاع بغدادي في التعليقات، ياريت يطلع معانا. جان انت بعت له اللينك في الفيسبوك؟ بعت له الاخ رياض اللينك. يا ريت رياض تكون معانا وتبادلنا في الحوار حبيبي. مش بعت له ايام البدري مثل ما بقوله، بس هو بالشغل فعم بيتابعنا من الشغل. على كل حال اظن ليث يعني الحوار بكفي لحد هون، صرنا 3 ساعات. شو رايك؟ تمام الحوار كان شيق جميل جدا. الشباب عندنا بكره شغل اكيد، يعني ما هو ويكند. تمام نسينا تماما الوقت. صح كان سهرنا اكثر بصراحه، الوقت اخذنا واستمتعنا كثير بالوقت معكم. يا ريت تعطي للشباب كلمه اخيره، كل واحد يحب يقول كلمه اخيره. تفضل ليث. يا ريت تعطونا كلمات اخيره. ممكن نبدا بك سام، تفضل حبيبي أعطينا كلمة قوية كالعادة. نعم شكراً إخواني، وقت ممتع جداً. أذكر الطريقة اللي طريقة طرح الأفكار مثل ما ذكرت، بس أحب أذكر أنه عم نتعامل مع ملايين من الناس يختلفون بالأعمار بالثقافات بالتربية بطريقة استقبال الأفكار. أنا مع جان بالصدمة ومع أحمد بطريقة أخرى ومع جانو ومع ليث، يعني كل الطرق متاحة وممكن الكل يسمع بطريقة ما، لكن أن نغير الطريقة ونتبع طريق واحد لا أعتقد صحيح. نستمر بكل بطريقته بشخصيته بثقافته بطرحه، وتذكر أن المستلمين من شتى بقاع المعمورة وأوصل الأعمار والثقافات مثل ما ذكرت، وكل من يستقبلها بطريقة ما. القناة النسوية طبعا فكرة جيدة، لكن نسوية هنا الفكر الحر أصلا لا يحتاج بأن يكون رجالي ولا لا نسوية، لكن يعني مش بالطريقة الإسلامية، يعني يقدروا يشاركوا فيها الرجال. سامحني صال يعني لا 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 فاهم عفوا، بس القصد الفكرة أنا أعتبرها أو يعني لا لازم نأخذ من أساسها حرة. أما الأخ عفوا نونو أنا معاكم، يعني أي شخص يتحرك أنا معه 100% مهما يكون. لما ذكرت تقبل الزوجات وعدد الزوجات، الأولى لا تقبل لكن الثانية وما أعرف شو، بس هم رغما عنهم سيقبلون بأنه إمكان الرجل المسلم أن يضع 4 زوجات في نفس الدار ويضاجعن في نفس اليوم ونفس الليلة ونفس القلباب زي رسوله الكريم. يا صحيح ضحكني سال. شكرا للفرصة مرة أخرى. وأجين كل الطرق متاحة، طريقة جانو، طريقة جان، طريقة أحمد، كريم العبيد، طريقة سال، أي طريقة، المهم تتكلم وحتما في شخص يستمع. شكرا لكم جميعا. شكرا يا سال. أنا عايز أعمل مداخلة بسرعة كده، معلش لو قاطعكم. المسلمين يتحدثون عن عذاب القبر ويقولوا إن الشخص اللي بيعصى الإله يعذب في القبر ويضم القبر صدره، وفي ثعبان أقرع مش عارف، أنا ما شفتش واحد بشعر، بس بيقولوا إنه في ثعبان أقرع هيطلع دين أم الميت وبتاع ويعذبه في القبر ومش عارف. طيب هذا الادعاء ما الدليل عليه؟ يعني انا اوجه سؤالي للمسلمين، اين دليلك على هذا الادعاء وعذاب القبر وان الاله يعذب الموتى في قبورهم وله ظلمه وله وحشه وكل هذه الخرافات؟ يعني انت قبل ما تدعي ادعاء لازم تكون عندك سند لهذا الادعاء تستند عليه. يعني احنا لما بنيجي نتكلم مثلا عن نظريه التطور ونقول ان التطور ده حق، التطور ده حقيقة، احنا بنستند على حفريات بتثبت
صحه نظريه التطور. ما بنقولش ما بندعيش الادعاء كده ونسيبه عايم كده يعني. انتوا بصراحه ومن غير ما حد يزعل، انا عارف ان في منكم بيسمعني وفي منكم بيتابعني، انتم فشختوا ام المنطق يعني. المنطق خلاص دخل مستشفى المجانين منكم يعني. ما ينفعش تدعي ادعاء بخرافات وتقول انها حقيقه من غير ما يكون لك ليك سنه تستند عليه. انت فاهمني؟ يعني انت عايز تيجي تقنعني بحاجه لازم يكون عندك ادله لصحه كلامك. ما ينفعش انت تيجي عايز بالعافيه لازم هو كده وهو لا لا لا، انا مش هاخد الكلام ده كده. انت تخش لي المعمل بقى وناخد واحد ميت نحطه في صندوق ونقعد نتفرج عليه نشوف السعبان ابن الوسخه اللي من غير شعر ده هيجي ازاي يعذب ام الميت. انا عايز افهم، عايز اشوف بعيني ديت. غير كده مش هصدقك، انا مش هصدقك. ريح نفسك، ريح نفسك، مش هصدقك ومش هقتنع بكلامك وهفضل اكذبك. ونعم انا ملحد، نعم انا ملحد، نعم انا ملحد، واتشرف وافخر بالحادي واعلنها على العالم كله، انا ملحد افخر بالحادي واتشرف بالحادي. انت من تعتنق الخرافه والباطل والخزعبلات، انت من بحاجه الى ادراك الحقيقه، انت من بحاجه الى قراءه العلم حتى تعرف وتعلم حقيقه خرافه ما تعتقد به. واشكركم كده وتصبحوا على خير. متشكرين جدا على الوقت الجميل ده. شكرا لك حبيبنا احمد وتصبح على خير حبيبي. شكرا لكم. جانو ساره ممكن كلمه اخيره؟ جانو تفضل. طبعا بحيي اصدقائي كلياتهم وبقول لكلياتكم بحبكم، ويا ريت انه استفادوا الاعزاء اللي شاهدوا وسمعوا حكينا. ونحن دائما بنقول يعني كفوا عن هذا التكبر والتعرجف يعني لازم شوية تفكر بمنطق، تشوف أشياء بمعانيها بألوانها بعمقها، مش فقط أنه حدا قال لي شيء وأصدقه وأجي أسوي نفس الأشياء وأقول نفس الأشياء اللي قال. يعني مثلا أنا لما كنت صغير كان عندي تي شيرت أو بنطلون كتير حلو، هلا بدي البس نفس التيشيرت او نفس البنطلون، هلا بقدر البسه ما بقدر، لان ذاك الزمان كان تفيد تو مي يعني كنت بقدر البسه. الفكره نفس الشيء، الفكره ذاك الزمان كان يعني تقدر تقول انه ينطبق على هذا المجتمع، بس مش هلا تجيبها او تطبقها على مجتمعات فيها التكنولوجيا فيها العلم اللي بتؤكد كل شيء. لما بتقول ان الماء عبارة عن اكسجين وهيدروجين انت ما بتقدر تنفي هذا الشيء، لان راح يسوي قدام عينك انه يفصلهم اثنيناتهم وبعدين يركبهم ويرجع لك نفس الوزن ميجرمنت يعني نفس الوزن نفس القياس نفس المادة يعني اثنيناتهم يعني. لكن انت يا مؤمن تقدر تثبت لي انه هيك اشوف الله تبعك، اشوف مش اشوف وانما تثبت شيء واحد من اقوال الهك؟ ما بتقدر. طيب ليش انت تركض وراه يعني ما عندك اي دليل؟ شوية فكروا. جلدة الحنفية يفرجيكم الطريق الصحيح. تحياتي لكم، بحبكم. شكرا، شكرا لك جانو. شكرا جانو. اوكي سارة ممكن كلمة أخيرة؟ نعم ميرسي على الكلمة. أنا حبيت نقول ستوب الإسلام. نحن كنساء سرقنا الكرامة ديالنا، عاملنا باحتقار. يجب هذا وقت من سكتوا، هذا وقت الكلام وهذه وقت التكنولوجيا، لازم نحاربوا. حاربنا 14 قرن، كل أمهاتنا كانوا ضحية هذا الإسلام.
كانت تشوف في نفسها لما تمشي كأنها هي مش إنسان وزوجها يمشي أمامها. سبعه هذا الوقت انتهى، احنا حابين نديروا ثورة نسائية ضد الإسلام. أنا هنا لا أقول بأن الرجال ما يعني ما عندهمش دور، نحن مع أنا نوجه أي رجل طلق هذا الإسلام ولا هذا الدين أن نوجه له ألف تحية، لأن الراجل عنده أكثر ميزات حتى في الإلحاد ما تلقاهاش. يعني نوجه لكم ثم تحية كبيرة لأنكم شفتوا إنسانيتكم غلبت على هذا الدين اللي أعطاكم تنكحوا النساء و عشان كده أنا نحب نكون أقوياء للبنات، بنات المنطقة ديالنا، ونكون يد واحدة وإحنا مجموعين رجال ونساء. لكن إحنا مدابينا نوجه الكلام أيضا للمرأة، لأن نشوف المرأة راهي ثقيلة في الإلحاد، الرجال راهم كاين شوية ملحدين، لكن المرأة ما زالت تحت هذا العنصرية، هذا يعني ما لقيتش الكلمة، هذا مش دين، هذا جا لي ما بعرف واش نقول، ما نش بغي نقول باسكو الكلام، لأني اللغة العربية لست جيدة فيها الكلام، هرب لي مير. أنا ضد هذا الإسلام، ولي قلنا نديروا حاجة نوقفوا هذا الفكر البشع ضد المرأة وضد جمال المرأة وضد جسم المرأة وضد أنوثة المرأة اللي قتلوها وغطوها مثل حبة الحلوى كما يقولوا هما. وسلام، ورانا كما يقول لك القدام القدام، وتحيا الإلحاد ويسقط الإسلام. شكرا لك. يسقط الإسلام ليس للحاد. يسقط الإسلام. ما من نبي إلا ألقى الشيطان على لساني. شكرا لك. متشرفة بك ليت ومع جان أيضا تشرفة، وجان وتحياتي. ممكن أنا أتدخل؟ ممكن؟ تفضل، كلمة أخيرة، تفضل. كلمة أخيرة. أولاً سارة، أنت مغربية أو جزائرية؟ أنا سوري. ألو؟ ألو؟ أنا امرأة حرة. لا، جزائرية أو مغربية؟ جزائرية، مفتخر. أنا فرحان، أنا أفرح جداً لما أرى فتيات أو نساء من أبناء بلدي متحررات وتركوا خلفهم الإيديولوجية المدمرة وهي الفاشية الإسلامية. كيف للمرأة الجزائرية أختي صادت في الثمانينات والتسعينات والآن تدافع عن الإسلام؟ أنا هذا اللي شيء محير، شيء لأنه موروث مليء بالتخلف والتشدد الأصولية. أوكي، أنا خويا. شكرا أختي في الإنسانية. أنا أولا لا 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 أستطيع، يعني سعيد جدا لما أرى ناس أمثلكم يتكلمون بأسلوب راقي ومتحذر وينتقدون الفاشية الدينية، وهذا يعطيني أمل لعالم أكثر تقدم وأكثر ازدهار، من أجل عالم أكثر عقلانية، من أجل عالم أكثر تقدم علمي، من أجل أكثر عالم إنسانية، وبالأشخاص مثلكم سيتقدم العالم ويتقدم العقل العربي ويترك خلفه الأصولية الدينية والعقلية العربية التي كدست بالأشياء المتخلفة. وشكرا لكم، أحبكم في الإنسانية. شكرا أخي، شكرا لك. شكرا 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 أنا لك. أنا شكرا. أنا مولي في الشرس عشان تكونوا عارفين، في الفيديو. المهم نصل للنهاية يا حبيبي جان، أعطينا الكلمة لكل الختام. طيب إذا كان ممكن نشكر كل المشاهدين اللي تابعونا مدة ثلاث ساعات. شي واحد ممكن؟ نعم جان، تفضل. جان تفضل حبيبي. سال تحياتي لأختي العزيزة نادين، يمكن جالسة جنبك، سلم سلام تحياتي. تفضل حبيبي. شكرا. أنا أعطيك الكلمة الأخيرة أخي ليث. أنا أوكي أخذ الكلمة الأخيرة. أنا أشكر كل المشاهدين على المتابعة، كان حوار مفتوح، حوار ممتع جدا. أنا استمتعت مع الإخوة الكل بالتعليقات على اللايف شات، استمتعت كمان بالمواضيع اللي كانت تأخذ واحدة بواحدة، الصور والضحك اللي كنا عملناه. أتمنى أنه المشاهدين استمتعوا معنا واستفادوا.
من قصة صرعان في دقيقتين، من مشاكل أخرى في حياته، من روح العطف والمحبة الموجودة بيننا. نتمنى أن أفكارنا تكون انتشرت بين الناس وتبادلوا معنا، ونحن دائما على تواصل. نستفهم هذا الأمر أنه موجودين على الفيسبوك، موجودين على الصفحات، احنا مش فقط موجودين لما يكون كاين اللايف شات. أشكركم كثير وأشكرك على المبادرة وعلى الانفيتيشن حبيبي جان، شكرا جدا. أشكرك أخوي ليث، أشكرك وأشكر كل الشباب اللي كانوا معنا والشباب اللي تابعونا. طبعا أصدقائي بكرة معنا عنا حلقة لآيات إرهابية مع أخونا أبو الحكم بن كثير، ويوم الجمعة في عنا مناظرة في الاتجاه المشاكس، أو يوم السبت في عنا حلقة مع الأخ عبد الكريم العبيدي، ويوم الأحد طبعا في عنا حلقتين تكون نبتدي مع نبينا سامي الدين، ومن هي بحلقة مع ممكن سؤال أخي جان، جان ممكن سؤال؟ تفضل. سؤال أخي جان، شكرا جدا 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 للأعمال والنشاطات اللي انت بتعملها، لان انت بالأعمال هذه تنور طريق الكثير من الناس، يتنور ويصبح عندهم فكر تنويري. وانا بدي شيء منك انك تعمل لنا حلقات كثيرة عن مواضيع اساسية، تطرح مواضيع وتعملهم حلقات، تعرف ناس مسلمين وغير مسلمين ونقشوها، زي هل ما هو مستقبل الاسلام، هل ممكن اصلاح الاسلام، كيف ترون الالحاد في العالم العربي او في العالم الاسلامي، وتعملنا منظرات في موضوعات أساسية. وشكرا لك وأحبك أخي جدا في الإنسانية. أكيد أكيد، شكرا لك أخي عبده، شكرا للمتابعين. طبعا أصدقائي أنا ما بدي أوصيكم، يعني أنا بتمنى تشاركونا الحلقة وتشاركونا بالقناة، لأنه قناتنا جديدة، ومثل ما بقولوا يعني قناتنا القديمة راحت، فأنا أتمنى من أصدقائي يشاركونا بالقناة الجديدة وينشروا الرابط هذا ورابط القناة، وسووا شير، سووا لايك. وقناة جسور أيضا جانا حبيبي. طبعا جسور 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 هي أكلة صوابين بدل الصواب، يعني مرتين سكروا جسور للأسف الشديد، وهي نحن كمان سكرت قناة أخونا أحمد، وبدنا يعني مثل ما بقولوا دعمكم يا أصدقاء، يعني فيكم نكبر وفيكم نقدر نستمر. أشكركم أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء. شكرا 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 يا شباب.